هي ذكي فواحر هي. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. يمكن كلنا متابعين بشكل كبير السنة دي درجات الحرارة المرتفعة، كلنا ملاحظين الصيف السنة دي مختلف عن أي صيف يعني آتى قبل كده. الجميع يعني خبراء الأرصاد الجوية بيأكدوا أن هذا الصيف هيكون أصعب حبتين، يعني إحنا في الحقيقة ما بنلحقش نخلص موجة حارة حتى تبدأ موجة تانية شديدة الحرارة. يقول لك هذه الموجة تأتي من شبه الجزيرة العربية، هذه الموجة تأتي من الصحراء الكبرى، هذه الموجة تأتي من ليبيا، ولكن في النهاية زي ما بيقولوا كده، والأول مرة بنشوف ظاهرة غريبة اسمها ظاهرة التحام الموجات، موجة فوق موجة فوق موجة بيخلي الجو أشد حرارة. الجو من أول أسبوع فيه ارتفاع ملحوظ جدا في درجات الحرارة، الشمس وسط النهار بنلاحظ أنها بتكون أكثر صعوبة. هيئة الأرصاد بتقول إن شاء الله إن شاء الله يعني على بداية الأسبوع الجاي هتنكسر هذه الموجة الحارة. يعني عايز أقولك أنا من الناس اللي بتحب الصيف جدا، لكن السنة دي أول سنة أحس إنه يعني لا انا بحب الشتاء اول سنه، يعني ما هو ده مش صيف، وحتى الشتاء ما بقى الشتاء بس حقيقي، لكن الموجات الحاره قوي دي للاسف بتاثر على اصحاب الامراض المزمنه. يعني نتمنى ان الموجه دي تتكسر وتكون الاجواء صيفيه لطيفه، لان الحقيقه ارتفاع درجات الحراره بياثر على كل حاجه، بياثر على يعني اي حد عنده امراض مزمنه. في ناس ما بتستحملش الحر، بيحسوا بارهاق شديد، وده اللي بيسموه الاجهاد الحراري. يمكن اتكلمنا في حلقه امبارح عن اضرار الحر واضرار ان احنا لو مش مضطرين فننزل في وقت يعني الحرارة اللي هي من 12 ل 3، ده بالذات الناس اللي بتعاني من أمراض القلب والضغط بيأثر عليهم تأثير سلبي. فنتمنى أن الموجة دي يا مصطفى تتكسر بسرعة، يعني إن شاء الله ما تستمرش كتير. ده حقيقي جدا. يمكن أنا كنت قريت ورقة كانت بتتكلم أن عام 2024 هتوصل فيه معدلات الحرارة أو حتى هتكسر حاجز 1.5 درجة مئوية. 1.5 درجة مئوية ده اللي احنا اتكلمنا عنه في COP27، ان هو من ايام الثورة الصناعية. يعني على سبيل المثال الجو دلوقتي مفروض يبقى 30 درجة مئوية، لا ده هو هيزيد 1.5 درجة، وده طبعا هيأثر على الكوكب كله. الأرصاد، هيئة الأرصاد البريطانية يمكن أكدت وقالت ان هو ممكن يوصل 1.4، لسه ما وصلش 1.5، ولكن احنا في ارتفاع غير طبيعي. أوروبا نفسها فيها موجات حارة شديدة، الإجهاد الحراري وصل لبلدان أوروبية ما كناش بنلاحظ إن ده ممكن يحصل فيها. علشان كده ضروري جدا إننا نتجنب قدر الإمكان التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخصوصا في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا. الناس اللي شغلهم في الشارع يا جماعة، أو الناس اللي شغلهم في مناطق مكشوفة، ريت يكون معاهم أي غطاء للرأس، كاب، الصعايده يلبسوا، مش عارف ايه، اي حد يعني يحاول يبعد بشكل كبير اشعه الشمس ان هي يعني يتعرض لها مباشره، وده طبعا طبقا
نصائح الأطباء. دايما النصائح الطبية في الأوقات دي بتبقى الحرص على تناول السوائل والمرطبات خلال فترات النهار، لأن الجسم بيفقد كميات كبيرة من المية والأملاح الأساسية الضرورية لوظائف الجسم، فطول ما أنت حريص على شرب المية بكميات كافية هيمنع إن شاء الله الإصابة بالجفاف أو التعرض لمشاكل صحية. كمان دكاترة القلب بينصحوا دايما أصحاب مشاكل الشرايين التاجية إن هم يعني ياخدوا معاهم زي فوطة كده ساقعه يحطوها على منطقه الرقبه في خلال، لو مضطرين يعني ان هم ينزلوا في اوقات الحر، لان الجسم سبحان الله ربنا خلقنا كده بوظيفه داخليه، الجسم بيسقع نفسه بنفسه. بلاش نشرب ميه ساقعه فجاه بتلج، او بلاش ان احنا ننزل تحت الميه المتلجه مره واحده ونعمل شوك لجسمنا، ناخد يعني نفسنا كده واحنا بنشرب الميه لو ساقعه بس من غير تلج. طبعا مهم جدا لو نقدر نقعد في مروحة أو تكييف، أو نبعد عن درجات الحرارة والصهد اللي بتسببها درجات الحرارة المرتفعة. خلوا بالكم من نفسكم، إن شاء الله درجات الحرارة دي تنكسر بسرعة، ودي موجة حارة الفترة الجاية بإذن الله هتبقى أخف، حتى لو في موجة تانية إن شاء الله هتعدي على خير. خلوا بالكم من نفسكم، والنهاردة لو أنتوا خارجين يعني ما فيش داعي إن احنا نتعرض لأشعة الشمس لو مش مضطرين ليها. مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. نصبح عليكم، خلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير بسنت. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني احنا توقعنا ان شاء الله الحراره او درجه الحراره تنخفض بسرعه، لكن اهل الخبره بقى انت هتفيدينا اكتر. لا هي مستمره معانا حتى نهايات الاسبوع الارتفاعات دي في درجات الحراره، يمكن زي ما يمكن مصطفى قال احنا في موجات متتاليه فما لحقناش نحس من الموجه اللي فاتت ان فصلنا شويه، واحساسنا بدرجه الحراره دلوقتي ازيد كمان لان فيها رياح مثيره للمال، والاتربه في الرياح دي بتحرك هواء ساخن، فده اللي بيخلينا نحس فعلا ان درجات الحراره مرتفعه جدا الفتره دي. هتبقى معانا يعني لغايه الاسبوع، اخر الاسبوع. اخر الاسبوع خير. واعتقد ان احنا بعد كده يعني خلاص يعني نعتاد هذه الدرجات الفتره اللي جايه دي. لان يعني ما اعتقدش ان احنا هننزل درجات بشكل كبير عن الفتره اللي فاتت. ده حقيقي. بسبب التغير المناخي طبعا زي ما انتم ذكرتوا. اتفضلي. بشكركم. صباح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم في البدايه احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا المروريه من القاهره وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي مكمل لحد ميدان العباسية، ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار فيه كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري نفس الأمر، أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما بتظهر كمان انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة بقى لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي ومقطم هيكون فيه سيولة مرورية، بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، في بعض الكثافات كمان بمحور النصر حتى المنصة، شارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بين ميادين منها ميدان التحرير روكسي ورابعة العدوية. ناخد بالنا كمان ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه طريق القطاميه القديم حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم فبيطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي خلال محميه وادي دجله مع تطوير المنطقه المحيطه. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ كبير في حركة السيارات وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، كمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية ايضا المتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر هيكون فيه سيولة
مرورية. هنروح شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فظهرت كثافات مرتفعة اللي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدقيلي وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عربي. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وكمان شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات بمحور كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. نروح معاكم محافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. مكملين جولتنا ونروح لإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة طبعا الموجة الحارة لسه مكملة معانا، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة خطط وزارة الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وصولا لتقليل نسبة الفائت. أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال الصيانة والحد من سرقات الكهرباء. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الإجراءات الخاصة بسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. دكتور مدبولي أكد ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس، وسلمت الدكتورة مايا مرسي لرئيس الوزراء تقرير يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة خطط وزارة الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وصولاً لتقليل نسبة الفاقد. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة أو سرقات الكهرباء والتعامل معها بشكل فوري. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين ومواجهة مشكلة نقص المعلمين اللي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التعامل معها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين. امبارح واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استجابة الحكومة لعدد من التوصيات اللي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجهاً بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة اللي أعدتها الحكومة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيراً على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم.
كما أوضحت أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين بتصل لحوالي 30 مليار جنيه في العام، مشيرة إلى جهود الحكومة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً. انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، تنفيذا لأعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل هذا القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان هناك. ده بيأتي استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وده تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهل القطاع، وتأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان. تمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالي القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع. ونروح لمؤسسة حياة كريمة اللي وقعت هي وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية بهدف تعزيز التعاون لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجاً في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بمقتضى هذه الاتفاقية ستتعاون الجهات الثلاثة في برنامج لتقديم دعم متكامل من أجل توفير أحدث العلاجات في قرى حياة كريمة، وأيضاً لعلاج الحالات المرشحة من قبل المؤسسة. هذا التعاون يأتي تأكيداً على جهود الدولة المصرية وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية لكافة المواطنين. للقطاع الطبي لمؤسسة حياة كريمة دور كبير جداً بيقوم بيه، عشان كده تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر مصر لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجاً خاصة القرى البعيدة، مركزين على الوصول للمستحقين خاصة مرضى الأورام، وبيساعدنا في ده مكاتبنا الميدانية اللي موجودة في كل محافظات مصر عشان نوصل للناس اللي مش قادرين يروحوا المستشفى ونقدر احنا ناخدهم ونبدا رحله العلاج معاهم. الهدف من الاتفاقيه هو طبعا ان احنا يكون عندنا احدث العلاجات متوفره للقرى اللي هي تحت طبعا قياده مؤسسه حياه كريمه تحت اشراف اي بي. في عندنا جزئين مهمين جدا بالنسبه لفايزر مصر، الجزء الاولاني هو طبعا التوعيه، الجزء الثاني هو طبعا دلوقتي توفير احدث العلاجات من خلال اليو بي اي بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه. الهدف من البروتوكول هو التركيز على الوصول لكل المرضى من خلال مقرات حياة كريمة الميدانية في كل المحافظات،
عشان يتم توعيتهم وتوفير أحدث العلاجات والأدوية المبتكرة وتقديم كل الخدمات الطبية ليهم من خلال عدة وسائل طبية مختلفة بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة مع المستشفيات الحكومية وجميع الوحدات الصحية التابعة لكل القرى الأكثر استحقاقاً. نبتدي ننفذ الخطة لأن إحنا ما عملناش البروتوكول وبعد كده هنعمل الخطة. الخطة اتعملت الأول طبعاً ما بين كافة الجهات سواء هيئة شراء الموحد وشركة فايزر، قعدنا في اجتماعات ناقشنا عملنا الخطة والاستراتيجية. طبعا المريض ما بيتحملش أي تكلفة ومن خلال حياة كريمة بتتابع مع المريض، لو إن شاء الله يعني ربنا يشفي مرضانا كلهم احتاج العلاج اللي احنا بنوفره من خلال شركة فايزر وبالتعاون مع البروتوكول. حياة كريمة بالتعاون مع شراء الموحد وشركة فايزر بنوفر للمريض الكورس بتاع العلاج بتاعه. لا زالت حياة كريمة مستمرة في تقديم دورها القوي لدعم كل الأهالي الأكثر احتياجاً عشان يوصلوا لأعداد كبيرة من المرضى لتقديم الرعاية الصحية الطبية المتكاملة ليهم، وبكده هينقلوهم لبر آمن خالي من أي أمراض. بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسيوط تم رصف 7 شوارع رئيسية ضمن الخطة الاستثمارية في مدينة منفلوط. أما في المنيا فقد تم توريد 340,204 طن قمح للشوان والصوامع منذ بداية هذا الموسم. كما أن في السوهاج تم فتح باب التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب المعاهد والجامعات بشركة المياه، وفي الشرقية والمراكز التكنولوجية استقبلت 14,698 طالب للتصالح على أو طلب للتصالح على مخالفات البناء. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسيوط أكدت المحافظة أن شوارع مدينة منفلوط شهدت رصف 7 شوارع رئيسية بالإضافة لدهان البولدرات وتركيب بلاط الأنترلوك للأرصفة ضمن الخطة الاستثمارية. في المنيا أعلنت مديرية التموين استمرار الشوان والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، وتم توريد 340,204 طن من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول. في أسوان أكدت المحافظة أنه تم وضع الحلول الجذرية لأحد المشاكل المتراكمة منذ نحو 15 عام والمتعلقة بمشكلة انقطاع مياه الشرب عن منطقة نجع الشريف إبراهيم بمدينة دراو من خلال مادة خط بلاستيك قطر 6 بوصة بطول 3800 متر ضمن مشروع الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة دراو بتكلفة تقديرية تصل نحو 35 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 18 رحلة طيران دولية أوروبية بتقل على متنها 10,000 سائح، وقامت السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المطار. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فتح باب التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والمعاهد الهندسية بجميع أقسامها وكلية العلوم بجميع أقسامها وكلية الآداب قسم إعلام خلال شهر يونيو الجاري. في بني سويف أعلنت المحافظة عن حصول 21 مدرسة ورودة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وده في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة. في الشرقية أكدت المحافظة أن المراكز التكنولوجية استقبلت 14,698 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم متابعينا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني موجات متتالية ومتلاحقة علينا، موجات حارة، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة.
بالفعل ما زلنا بنتأثر بالموجة اللي أثرت علينا في معظم محافظات الجمهورية، وهي موجة أخرى من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة. أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لكن هي بدأت معنا يوم السبت الماضي ومتوقع أنها تستمر معنا على مدار الأيام اللي جاية، يمكن حتى منتصف الأسبوع القادم تكمل معنا ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي مرتفعة في قيم درجات حرارتها بالشكل الكبير، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فبالتالي بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة. تعتبر قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي 4 لـ5 درجات. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى توصل في الظل 37 درجة مئوية، أكيد احنا هنحسب قيم درجات حرارة أعلى من 37 لو اتحررنا تحت أشعة الشمس أو تعرضنا يعني لنسب رطوبة عالية في الجو. بالإضافة كمان محافظات الصعيد عظمى فترة النهار ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة النهار اليوم هي أجواء شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الداخلية. أجواء حارة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن الصغرى فترة الليل بدأت تتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة اللي بتشوفه فترة النهار، فبالتالي أجواء فترة الليل ما بين الأجواء المعتدلة والمائلة للحرارة بقى صهد بالليل يا دكتور، يعني جو بالليل بقى هتحسي ان احنا في صهد برضو، ما زال ما فيش نسمة الهواء اللطيفة دي حتى مع مع يعني ظهور الليل او بداية ان احنا مفترض تنخفض درجات الحرارة شوية بالليل، لكن لا جو لسه حر بالليل. بالفعل لان قيمة درجة الحرارة الصغرى بدأت ترتفع، نسب الرطوبة كمان بدأت ترتفع في الجو حتى لو مش زي رطوبة فصل الصيف، لكن بدأت يكون في نسب رطوبة في الجو، وجود نسب رطوبة في الجو يخليني احس بقيم درجات حرارة اعلى. الموجة دي متوقع استمرارها معانا في منتصف الأسبوع اللي جاي، فلسه مكملين في الأجواء الشديدة الأسبوع الجاي، احنا مستمرين حتى نهاية الأسبوع ومكملة الأسبوع اللي جاي كمان. بالظبط، يمكن كمان تدريجيا كل ما تقدمنا في أيام الأسبوع كل ما زادت قيم درجات الحرارة. احنا متوقع ذروة الموجة دي نهاية الأسبوع بداية الأسبوع اللي جاي، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل ل40 درجة مئوية، ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. يمكن احنا دايما معتادين كل سنة على الموجات القصيرة، ده طبيعي ان احنا نشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن لما اعتاد على الموجات الطويلة بشكل كبير. طيب ده خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل التغير المناخي اللي بيشهده العالم كله هو ده اللي مأثر علينا بشكل كبير، ان احنا الموجات بقت طويلة، الصيف بقى بيبدأ بدري جدا يعني ده فصل الربيع، احنا المفترض ان درجات الحرارة ما تكونش بالصورة دي، حتى لو موجات تختفي بعد يوم 2-3، هل ده وكمان الشتاء بقى شديد البرودة، هل ده ليه علاقة بالتغير المناخي بشكل كبير؟ طبعا التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير، ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع قيم درجات الحرارة العالمي والاحترار العالمي. احنا كل سنة بيحصل قيم درجات حرارة في متوسط درجات الحرارة العالمي، قيم درجات حرارة غير مسبوقة، العام الماضي في شهر 7 وسط درجة الحرارة في سطح الكرة الأرضية كانت كل 17 درجة مئوية، وال 17 درجة مئوية معناها ارتفاع بقيمة درجتين عن الطبيعي اللي المفروض نكون عليه، فده طبعا بيؤدي لمزيد من التغيرات المناخية. التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والاحترار العالمي ده اللي بيؤدي لإن احنا بدأنا نشوف ظواهر جوية عنيفة، بدأنا نشوف يعني أشياء لم نعتاد عليها زي طبعا التحمى وجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، أو حتى كمان إن الموجة بتاعت ارتفاع قيم درجات الحرارة بقت طويلة بشكل كبير، فيمكن ده بس مش موجود في جمهورية مصر العربية، ده كل دول العالم بتتأثر بالتغير المناخي، بتتأثر بالتقرب المناخي والظواهر الجوية الغير معتادة والظواهر الجوية العنيفة، لكن كل دولة بتتأثر حسب طبيعتها وحسب موقعها الجغرافي. احنا بنشوف دول بتتأثر نتيجة الاحترار العالمي، دول اوروبا الصيف اللي فات كانت بتعاني بشكل كبير جدا لان هم مش متعودين على درجات الحرارة المرتفعة دي، لكن بالنسبة لنا هنا في مصر هل شايفة حضرتك ان درجات الحرارة الصيف ده هتكون مرتفعة عن يعني اي سنة من السنين السابقة، يعني هنسجل درجات عالية جدا فعلا؟ هو طبعا من خلال يعني التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه معدلات قيم درجات الحراره في الصيف السنه دي صيف 2024 هتكون اعلى من المعدل الطبيعي، وهتكون قريبه الشبه للصيف العام الماضي، هيكون في ارتفاعات ملحوظه طبعا في قيم درجات الحراره طبعا. هو احنا صيف جمهوريه مصر العربيه هو صيف اللي بيحصل في ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن هيكون فيها طبعا موجات ارتفاع في قيم درجات حراره
موجات شديده الحراره ممكن نشهد الموجات الطويله بشكل كبير قيام درجات حراره اعلى من المعدلات. ده طبيعي ان احنا هنشوفه في الصيف ده ان شاء الله، وده من خلال التنبؤات الفصليه. دايما التنبؤات الفصليه دقتها بتبقى قليله، لكن اكيد هنشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره. احنا شفناها في الربيع، بس خلينا نقول كمان ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنسجلها في فصل الربيع بتكون اعلى من قيم درجات الحراره اللي بنسجلها في فصل الصيف، خاصه في النص الثاني من الربيع، لكن مش محسوسه بالشكل الكبير، ما بنحسهاش كل سنه بسبب انخفاض نسب الرطوبه، لكن في فصل الصيف نسب الرطوبه هترتفع بشكل كبير. ده يخلي حتى لو قيمه درجه الحراره 37 او 38 نحسها ازيد من ال 40 بسبب ارتفاع نسب الرطوبه اللي هنشوفه في فصل الصيف. لكن بناكد على كل الساده المواطنين، يعني حضرتك بتقولي ان درجات الحراره في فصل الربيع دلوقتي اعلى من درجات الحراره اللي هتكون موجوده معانا في فصل الصيف؟ طبيعي جدا. ايوه، ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، مش بنسجلها في فصل الصيف، بنسجلها في فصل الربيع، وخاصه طبعًا في النص الثاني، يعني في الوقت ده من فصل الربيع، لكن احنا مش بنحس بيها لان الرطوبه طبعا بالظبط. الرطوبه عامل مهم جدا، ويمكن ده اهم عامل في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحراره. عشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين درجة الحرارة المحسوسة اللي انتوا هتحسوها تبقى اعلى من اللي احنا بنقولها في النشرة. طبعا ان شاء الله احنا في القريب هنبدأ نعلن عن درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ازدياد نسب الرطوبة في الجو، بس بالاكد لازم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان. أكيد. لان طول الموجة نفسها ممكن يخلينا نحس اكثر بارتفاع قيم درجة الحرارة. فترة الظهيرة بقدر الامكان نتجنب اشعة الشمس بشكل مباشر، بلاش نتعرض لاشعة الشمس فترة من الساعة تقريبا 12 الظهر ل 4 العصر. صحيح. لو انا اضطريت تبقى صعبة قوي في الشارع. بالظبط، لو اضطريت ابقى موجود في الشارع كمان يبقى معايا غطاء للرأس شمسية او كاب، اي شيء يحميني من اشعة الشمس. صحيح. عدم الوقوف تحت اشعة الشمس فترات طويلة عشان ما يصفش به الاجهاد الحراري. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. ازازة المية تبقى موجودة في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم أكيد. جدا. طيب انا بس عايز اسأل حضرتك على حاجة مهمة جدا قبل ما اختم مع حضرتك، خصوصا بالرياح. هل فعلا في رياح مثيرة للرمال والأتربة زي الأيام اللي فاتت شهدنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ كان في رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة واللي ليها ظهير صحراوي؟ هو طبعا هيكون في نشاط للرياح، يمكن اليوم هيكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات، لكن هيكون اليوم غير مثير لأي رمال وأتربة. يمكن كمان حتى الأيام اللي جاية لو هيكون مثير للرمال والأتربة هيبقى في مناطق معينة زي جنوب سيناء أو محافظات شمال الصعيد. القاهرة الكبرى والمحافظات الشمالية إن شاء الله مش عليها أي أتربة ورمال مثارة، ونشاط الرياح بيلطف الأجواء نوعا ما فترات المساء وساعات الليل بعد الارتفاعات اللي هنشوفها فترة النهار. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة العظمى 37، الصغرى 24، العاصمة الإدارية 37، 23، اسكندرية 30، 22، العلمين الجديدة 31، 21، مطروح 29، 21، دمياط 30، 22، بورسعيد 31، 23، اسماعيلية 37، 21، السويس 37، 21، العريش 32، 20، كاترين 33، 15، طابة 36، 23، حلايب 36، 27، شلاتين 38، 28، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 39، 28، الفيوم 39، 25، بني سويف 39، 23، الوادي الجديد 44، 28، أسيوط 40، 26، سوهاج 42، 27، قنا 45، 28، الأقصر 44، 27، وأخيرا أسوان 45، 29. للأسف الموجة الحارة مستمرة معانا مش لحد نهاية الأسبوع ده، لحد منتصف الأسبوع القادم. عشان كده نخلي بالنا من ارتفاع درجات الحرارة، نخلي بالنا أن احنا متعرضش بمباشرة لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، وخاصة كمان لكبار السن والأطفال، ولو مضطرين ننزل لازم يكون معانا غطاء للرأس أو كمان كميات مية تكون ساعة شوية علشان نقدر نتغلب على درجة الحرارة. بشكركم يعني طبعا، وبتمنى ان احنا كلنا نتابع التعليمات كويس قوي عشان يعني ما نبقاش مصابين بالإجهاد الحراري، خاصة ان احنا درجات الحرارة فعلا مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. هرجع مرة تانية لمصطفى وباسنت عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير. شكرا ليك يا دينا. شكرا جزيلا. تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة 23 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 10 رحلات القاهرة جدة، 8 رحلات القاهرة المدينة المنورة، رحلة القاهرة الطائف، 3 رحلات كوناكري المدينة، رحلة باماكو المدينة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والأليوبية ودمياط والترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد. النهاردة تنطلق فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري والحياة العامة والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وده وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين. النهاردة هتنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة فنون الطفل مائدة مستديرة بعنوان الطفل والإعلام والهوية المصرية في تمام الساعة 2 ظهراً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتشهد المائدة المستديرة حضور مجموعة من الأطفال من بينهم 2 من الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير، وهم الطفل عبد الرحمن ماهي والطفلة فريدة مجدي. دايما بنتكلم عن اهتمام الدولة المصرية بربط التعليم باللي محتاجه سوق العمل، ومن كام يوم تم الإعلان عن إطلاق مبادرة مهارات سبرانية لإعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السبراني. الأمن السبراني هو واحد من ضمن أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل، مبادرة مهمة بيتم تنفيذها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هتأهل 1000 طالب كل سنة، وده رقم كبير طبعا. طبعا ومجال مطلوب زي ما انت قلتي، وسوق العمل في النهاية محتاجه. خلينا نعرف التفاصيل والمعلومات والإجابات الوافية لأولياء الأمور وأيضا للطلبة اللي بترغب أنها تلتحق بالمبادرة دي. على التليفون معنا المهندسة مي مدحت، رئيس وحدة تحليل التهديدات السبرانية بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات. صباح الخير يا فندم، ويمكن ناس كتير جدا ممكن بتسأل على المبادرة، البرنامج بتاعها، التخصص اللي ممكن يقدم، السن، العمر، يعني لو نعرف التفاصيل دي من حضرتك. صباح النور، ازيكم جميعا. هي المبادره بتستهدف فعلا تاهيل 1000 طالب من طلبه الجامعه بشكل مباشر بعد التخرج العمل بمجال الامن السيبراني، وده من خلال اطر تعاون مختلفه مع جهات حكوميه وجهات اكاديميه وشركات خاصه. طب هو ليه اصلا المجال ده مطلوب قوي في يعني الوظائف على مستوى العالم؟ مش معنى الامن السبراني بالخصوص يعني؟ ده طبعا لان بقى فيه زياده كبيره في خدمات التحول الرقمي. طبعا كل ما بنتحول ناحيه التحول الرقمي كل ما بتزيد معاه التهديدات السبرانيه، فبالتالي بيبقى فيه زياده في الاختراقات او سرقه البيانات او غيره، فده بيتطلب عدد كبير من الخريجين والمتخصصين والمؤهلين ان هم يكونوا بيعملوا بمجال الامن السيبراني، ان هم يكونوا مؤهلين كويس ان هم يعملوا في المجال. يعني هل الشركات النهارده بتطلب ده ولا بتبقى دايما مؤسسات حكوميه؟ لا كله على المستوى الحكومي او المستوى الخاص. حقيقه ان في عجز في تخصص في عدد متخصصي الامن السيبراني بيتجاوز 4 مليون وظيفه على مستوى العالم. ففي احتياج كبير جدا في السوق لوظائف الامن السيبراني. طيب التخصصات اللي ممكن تقدم معاكي ايه؟ هل لازم يبقى خريج جامعه؟ هل الجامعه لازم يبقى التخصص بتاعها يعني حوسبي ولا مالوش علاقه؟ هل يقدر يقدم لو واحد بكالوريوس تجاره ومهتم بالمجال، هل يقدر يعمل حاجه زي كده مثلا؟ هو يفضل طبعا طلبه حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات. ليه؟ لان هم يكونوا مؤهلين، هم درسوا مبادئ اللي تساعدهم ان هم يفهموا الدورات التدريبيه دي، لان هي هتبقى دورات مركزه جدا ومتخصصه على حسب احتياجات سوق العمل، فبالتالي محتاجه مهارات تكون موجوده اصلا عند الطالب زي مثلا تحليل الشبكات وغيره، وده اللي بيدرسه طلبه حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات بالاكثر. وطبعا يفضل خريجي الكليه التكنولوجيه. طيب الدولة كمان مهتمية النهاردة مش بس بطلاب الجامعة، لا ده في مبادرات بتقدم لطلبة المدرسة من سن الابتدائي حتى البراعم. فالنهاردة احنا بنعمل ايه عشان نأهل طلابنا الصغيرين قوي ان هم يكبروا فاهمين فكرة التحول الرقمي، اهمية التكنولوجيا، الامن السبراني، الحاجات دي كلها؟
احيانا الدوله بتقدم عده مبادرات، يعني زي ما حضرتك بتقولي فعلا من خلال وزاره الاتصالات في براعم مصر الرقميه واجبال مصر الرقميه، ويمكن بعد كده كمان الكبار كمان في رواد مصر الرقميه وخريجي طلبه الجامعه في بنات مصر الرقميه بتهتم بيهم على جميع المراحل، لان طبعا زي ما احنا قلنا احنا في عصر التحول الرقمي، فبالتالي محتاجين طلبه من هم صغيرين يكونوا عارفين يعني ايه تكنولوجيا وعارفين ازاي يتعاملوا معاها وايه التقنيات الحديثه اللي هم محتاجين يعرفوها عشان يكونوا جاهزين لسوق العمل. كل ده بيحتاج دورات تدريبيه بتخاطب كل سن وكل مرحله بحيث ان هو يقدر يخرج من المدارس او من الكليه عارف يعني ايه تكنولوجيا المعلومات وعارف يتعامل معاها ازاي، ونقدر نقول ان هو يعني على طول يشتغل باذن الله في هذا المجال. طب ايه اللي ممكن يدرسه الطالب في الكورس ده وما يكونش يعني تحصل عليه اثناء دراسته الجامعيه لو هو حاسبات ومعلومات مثلا او هندسه؟ هو الحقيقه ان ما فيش تخصص لسه في الجامعات المصريه لمجال امن السيبراني الا في عدد قليل جدا من الكليات. كويس. الفكره كلها ان انت بتحتاج بعد ما تخرج من الكليه الطالب بيحتاج سنه او سنتين هو بيدرس الحاجات العاديه اللي هي مثلا زي الشبكات، مبادئ الشبكات، قواعد البيانات وغيره، انظمه التشغيل، كل دي حاجات بيدرسها في الكليه، لكن ما بيتخصصش في مجال الامن السيبراني. فده بيتطلب من الطالب ان هو يستنى سنه مثلا او حاجه على ما يوفر المهارات المطلوبه، لكن لو احنا بدانا معاه من بدري ده هيخليه ان هو يقدر على طول يخش سوق العمل ويلبي احتياجات سوق العمل المطلوبه. وتاني ده احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي ده اللي محتاجه سوق العمل النهارده، وده في سعي الدوله طبعا المستمر بربط ما يحتاجه سوق العمل بالتخصصات في الجامعات. بنشكرك استاذه مهندسه باشمهندسه ميه مدحت رئيس وحده تحليل التهديدات السيبرانيه بالمركز الوطني لاستعدادات لطوارئ الحاسبات. هنسيب دلوقتي حضراتكم مع موجز لام واخر الانباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ولا سيما تطورات العدوان على غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة. الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، فضلا عن لقاء وزير الخارجية مع بيدرو سانشايز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادا إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيا. استضافت القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأكد مصدر مصري رفيع المستوى تمسك مصر خلال الاجتماع بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. كما أضاف المصدر أن الوفد المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وشدد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود. بحث مجلس الحرب الإسرائيلي قضية اليوم التالي في قطاع غزة والرد على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تجارب ستجريها إسرائيل في المناطق التي قد تستطيع فيها دمج عناصر محلية للسيطرة عليها. ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كل من الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت مقترح وقف إطلاق النار في غزة
الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه. وحسب بيان للخارجية الأمريكية أكد بلينكين في كلا الاتصالين أن مسؤولية الموافقة على هذا المقترح تقع الآن على عاتق حركة حماس. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت مصادر صحية فلسطينية استشهاد 12 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة خان يونس، كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس. وفي رفح الفلسطينية أفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب المدينة، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالها. وفي وقت سابق من الفجر اليوم استشهد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات في وسط قطاع غزة. اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة أمنية في منطقة الضحية شرق نابلس، وذلك تزامنا مع عملية الاقتحام الواسعة للمنطقة الشرقية. شهد حي مانهاتن الشهير بمدينة نيويورك مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بوقف دائم لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما دعا المتظاهرون إلى معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب المدمرة في غزة. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود، وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة شمال إسرائيل. ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى سكنيا تابعا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب وبنية تحتية في منطقة طير حرفة بجنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية. فقد المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته المطلقة في الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ 30 عاما، وأوضحت لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا فوز المؤتمر الوطني ب 159 مقعدا في البرلمان من أصل 400. ومن جانبه أكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عزمه على إجراء مناقشات مع أحزاب سياسية أخرى بهدف تشكيل حكومة ائتلافية. ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة البعض مننا سمع عن ما يعرف بالحمل الكيميائي. الحمل الكيميائي ده حالة من حالات الإجهاض المبكر بتحصل في الأسابيع الخمس الأولى للحمل، ويمكن في سيدات ما كانتش يعني عرفت اصلا انها حملت وفوجئت ان هذا حمل او حمل كيميائي. الحمل عامه بيبتدي اعراضه تظهر كده او تحس انه ممكن يبقى في حاجه بعد الاربع اسابيع الاولى او الخمس اسابيع الاولى، فبالفعل لما يحصل حمل وبعدين اجهاض في الخمس اسابيع الاولى ممكن جدا السيده ما تبقاش عارفه. طيب انا عن نفسي اول مره اسمع عن الحمل الكيميائي، فخلونا نعرف ايه هي الحاله دي بالظبط، تفاصيلها ايه، اعراضها ايه، مين السيدات الاكثر عرضه ليها. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور حسام الشنوفي استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني. صباح الفل عليك يا دكتور، اهلا بيك. صباح النور، اهلا، ازي حضرتك. ايه يا دكتور هو الحمل الكيميائي ده واعراضه ايه؟ لا، هو تعريف الحمل الكيميائي ان يبقى فيه اختبار حمل موجب تمام، وبعد كده يحصل او ينزل دم على طول والحمل ينتهي قبل ما نشوف جنين بالسونار. هو ده تشخيص الحمل الكيميائي. يعني ده اللي بيسموه ساعات الحمل الكاذب؟ لا يا فندم، هو الحمل الكاذب ده قصه ثانيه خالص. الحمل الكيميائي هو ان في هرمون الحمل لقيناه في الدم عن طريق التحليل
إنما الموضوع ده ينتهي مبكرا جدا في بداياته. القصة دي حصلت ليه؟ لأن اختبارات الحمل اللي هي بتكتشف هرمون الحمل بقت حساسة جدا، بقت تقدر يعني تقيس المستوى وهو يدوب بيرتفع ارتفاع طفيف عن الطبيعي. فبيسمى على الورق إنه هو اختبار حمل موجب. إنما الحمل ما يكملش أو العملية كلها دي ما تكملش وهي لسه على المستوى الميكروسكوبيك الميكروسكوبي يعني. فبالتالي بنسميه حمل كيميائي. هو مش كاذب بس هو انتهى بدري جدا جدا. طب وليه سموه كيميائي؟ نظرا يعني ان هو الدليل الوحيد على وجوده كانت الكيمياء اللي هو الاختبار يعني. اللي هو اكتشاف الهرمون في الدم. فهو هي العنوان يعني يدي حبكة درامية على الموضوع، بس هو الموضوع أبسط من كده. طب السيدة عشان يعني تتجنبه المفروض يحصل إيه؟ لا هي ما تقدرش تتجنبه، ده شيء أي واحدة ست عرضة ليه. هو نظريا كل شهر الست بينزل لها دورة، ده يمثل حمل ما حصلش. يعني نظريا الست كل شهر بينزل لها دوره، ده بيمثل ان ممكن يكون في بويضه اتخصبت وتكون جنين والجنين ده وصل للرحم بس ما نجحش في ان هو يغرز ويكمل. طيب بعيدا عن الحمل الكيميائي وخلينا نتكلم عن الاجهاض بشكل عام، مين السيدات الاكثر عرضه للحمل الكيميائي او الاجهاض المبكر والاجهاض بشكل عام؟ هل النهارده بنتكلم على النظام الغذائي غلط من البدايه، السجاير، الكلام ده بيبقى يعني ايه اللي بيعرض السيده ان هي تفقد الجنين بدري قوي كده؟ في اولا يعني احنا ما نقدرش نقول الاسباب بالظبط في كل اجهاض بيحصل، انما في حاجات عناصر احنا عارفين ان هي بتزود ايه تكرار او حدوث الاجهاض او حدوث الحمل الكيميائي. تقدم العمر. تقدم العمر بيبقى مصاحب ليه ضعف في جوده البويضات. بس انا بلاقي سيدات صغيرين جدا في السن دلوقتي وعمليات الاجهاض او حالات الاجهاض بقت كتيره جدا. لا معلش احنا عايزين هنا ما نلخبطش ما بين حاجتين. هو اولا اي واحده ست في اي مرحله من عمرها معرضه ان اثناء الحمل يحصل لها اجهاض في بدايه الحمل. تمام. ده شيء مش مرض وشيء مش مخيف. ده جزء من الفسيولوجيا الطبيعيه بتاعه التناسل بتاعه الانسان، يعني حاجه ما هياش مخيف. احنا دايما بيبقى عندنا خضه ان واحده جالها اجهاض، ده مش معناه ان في مرض او عندها مشكله. لازم نعرف ان ده شيء وارد مع اي حمل في اي عمر وبدون اي اسباب وبدون ما يكون في امراض. تمام. فدي نقطه ان احنا بنتكلم مين اللي يبقى عندها تكرار للاجهاض او مين عرضه اكتر من الطبيعي ان يكون عندها اجهاض. زي ما قلنا الست اللي عندها تقدم في العمر، اللي عندها امراض مزمنه اشهرها مثلا السكر، طبعا السجاير والافراط في السجاير طبعا ده برضو بيبقى مع السيدات اللي بيعانوا من السمنه المفرطه برضو بيبقى عرضه اكتر ان هم يبقى عندهم ايه تكرار الاجهاض. لو في نسبه قرابه بس تكون درجه قريبه ولاد عم ولاد خاله يبقى ده بقت عرضه اكتر. طب السيدات اللي بيكون عندهم متلازمه تكيسات المبايض اللي هو بيبقى عندهم اصلا تاخر في الحمل بيبقى معاهم نسبه اكتر لحدوث اجهاض. طب بالنسبه لاهالينا في الريف وفي الصعيد، هل التعرض للسموم، مبيدات الافات الزراعيه، الاشعاع، ممكن ده يبقى سبب من اسباب الاجهاض برضو؟ طبعا ده يعني اكيد طبعا ده موجود، انما ما فيش برضه حد في الريف بيتعرض للاشعاع يعني هيتعرض للاشعاع من استثناء في السؤال ده، لكن الباقي بيؤثر يا دكتور؟ دايما بيبقى عندنا كلمه الحاجات الزراعيه والمبيدات الزراعيه. انا بقول الكلام ده بقى عن خبره، يعني المبيدات الزراعيه ديت بتترش بطريقه معينه وفي اوقات معينه مش قرب الحصاد، ودي مش حاجه بتسمم المحصول زي ما للاسف الموضوع ده بقى متوارث قوي عندنا الفكره ديت. يعني المبيدات الحشريه دي او الزراعيه دي المزارع بيستعملها في اوقات معينه هو عارفها عشان يقاوم حشرات، الحشرات دي هتدمر المحصول
انما مش بتوصل جوه الثمره بالكثره اللي احنا دايما متخيلينها دي. طيب دكتور، السيدات اللي عندهم الار اتش فاكتور في دمهم، يعني اللي دايما فصيله دمهم بالنيجاتيف، كمان بيصابوا دايما بالاجهاض، مش دايما لكن في حالات كتير، السبب ده ايه وازاي تجنبه ده؟ طيب السيدات اللي عندهم ار اتش نيجاتيف حد ذاته ده مش هيجيب لهم اجهاض، انما لو هم في ظروف معينه ما اتعرضوا لها اللي هي زي حصل نزيف او بعد الولاده ما اخدتش الحقنه بتاعه الار اتش، هيتكون عندها اجساد مضاده معينه بحيث انها لو حملت في جنين فصيله دمه ار اتش موجب خلاص، يبقى الاجساد المضاده دي هتروح تهاجم كرات الدم بتاعه الجنين تجيب له انيميا شديده، والانيميا الشديده تجيب له فشل في القلب في عضله القلب، وبعدين الموضوع ممكن ينتهي الاجهاض، بس ده ما بيكونش اجهاض مبكر. يعني مشكله الار اتش رقم واحد، مش اي واحد عندها ار اتش نيجاتيف معناه ان هي معرضه للاجهاض، ده رقم واحد، ده لازم يكون في خطا حصل. الحاجة الثانية حتى لو لا قدر الله الخطأ ده حصل، ده مش بيجيب لها إجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل. على أي حال يعني إحنا في الحقيقة ما كناش فاهمين إيه هو الحمل الكيميائي، لكن وضحنا هو يعني حالة بتحدث للسيدة في الأسابيع الأولى أو الأربعة من الحمل. وضحها لنا بالتفصيل الدكتور حسام الشنوفي واستشاري النساء والتوليد في مستشفى قصر العيني. شكرا جزيلا لك يا دكتور. يمكن من اهم النصايح اللي دايما كانت بتتقال لي لما كنت حامل، عيشي حياتك عادي خالص، ما تبقيش خايفه طول الوقت من حاجه تحصل، ربنا هو اللي بيستر. فزي ما الدكتور قال في عوامل كثيره قوي ممكن تسبب الاجهاض، لكن ملهاش علاقه بحاجات كتير، يعني بتبقى كده زي سبحان الله بتبقى حاجه ممكن تحصل لوحدها. أيوة. مش تاثير من الام يعني. طيب هنروح لموضوع تاني، والمخرج مهند دياب فاز بجائزه مسابقه اكسل العالميه اللي بيتم تنظيمها على مستوى افريقيا وبيتم تدشينها من خلال منظمه العمل الدوليه. فاز دياب في المسابقه من خلال مشاركته بفيلم اطفال ولكن. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر حول هذا الفيلم اللي يمكن بيتكلم عن موضوع مهم جدا وهو عماله الاطفال. المخرج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي معنا على الهاتف مباشرة. اهلا بك يا دكتور والف مبروك. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ بكر. اهلا بك يا فندم. في البدايه خلينا نتعرف على فكره الفيلم. عماله الاطفال من الاشياء اللي يمكن حولها تجريم كبير جدا في الدول الأوروبية، ودايما ما يبقى فيه عقوبات على الدول اللي يعني بتقنن ما يعرف بعمالة الأطفال. إزاي رصدت هذا الأمر بشكل إنساني؟ يمكن عمالة الأطفال ملف مهم جدا، وإحنا في وزارة التضامن الاجتماعي إحنا بنرصد المشكلة نفسها، وكده كده عمالة الأطفال موجودة، ولكن احنا ازاي بنحاول ان احنا نكافح هذا العمل من خلال البرامج اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مراكز مكافحة عمالة الأطفال المنتشرة على محافظات الجمهورية. الأمر بيبقى صعب شوية لأنه داخل فيه نطاق يعني دخل الأسرة، وأن الأسرة الأولاد نفسها بيشتغلوا عشان يقدروا ان هم يساعدوا الأسر بتاعتهم، ولكن المراكز بتشتغل على عدم تسربهم من التعليم، بتشتغل على المشكله نفسها، ازاي تدعم الاسره، ازاي تعمل ليهم زي قروض دوار عشان يقدروا ان هم يعيشوا حياتهم بشكل افضل، وما يعني ننهي فكره عماله الطفل بهذا الصدد. يعني هل الفيلم بيتطرق لفكره تغيير الفكر لدى الاسر، او يعني خلينا نقول تشكيل الوعي بشكل عام لدى الأسرة اللي بتسيب ابنها ينزل بالليل في البرد أو الصبح يعني ويشتغل ويتعرض لمواقف هو صغير قوي عليها؟ هل الفيلم بيتطرق للنقطة دي؟ الفيلم بيتطرق لعرض المشكلة في الأول، لمعاناة الطفل في الأول من فكرة عمالة الطفل أنه ما بيقدرش، أو عمل الطفل أنه ما بيقدرش يعيش حياته بشكل زي بقية أقرانه من نفس السن. الولد والبنت أبطال الفيلم مدركين إن مثلا زي الولد اللي في محافظة الفيوم اللي بيشتغل في عمل في مصنع طوب، هو مدرك إن الشغلانة دي بتاخد من صحته، مدرك إنه ما يقدرش إن هو يسيب شغله عشان لو ساب شغله صاحب العمل هيشوف حد غيره، مدرك انه ممكن يتعرض. لكن خليني اقف عند حته انه مدرك ان الشغلانه دي بتاخد من صحته، اكيد حضرتك عملت معايشه
لأطفال بيمروا بنفس الظروف صح؟ أكيد. هل ده فعلا تفكيرهم؟ ده تفكير الولد، انه فيلم تسجيلي فهو قصه واقعيه. فكون ان الولد مدرك لهذا الامر فده بيبقى امر صعب، انه سنه لسه 14 سنه. كذلك البنت مدركه ان هي شايله الهم بدري من صغرها، ان هي نفسها تتعلم نفسها تلعب. وهنا بيجي دور وزاره التضامن الاجتماعي او دور مركز مكافحه عمل الطفل، يمكن حتى في الصور اللي احنا بنشوفها اثناء التصوير. هنا المركز بيركز على ازاي يعمل انترتينمنت او ترفيه للولاد بشكل مختلف، والولاد نفسهم في الفيلم بيقولوا كده، بيقول احنا بنيجي المركز عشان يخفف عنا اللي بنشوفه طول اليوم. فبيبتدوا يشوفوا العاب من خلال التعاون مع برامج زي برنامج صرخة بالتعاون مع منظمه العمل الدوليه. نبتدي يفهمهم ايه حقوقهم وايه واجباتهم كطفل، وهو ويخلي باله لو يعني اتحط في ظروف انه يشتغل فايه ايه ياخد باله من ايه، يتعامل ازاي في المواقف المختلفه. ويبتدي ان احنا نشتغل بقى زي ما قلت لحضرتك على الاسر وتوعيتها بشكل كبير جدا، على ازاي يبقى في مصادر دخل للاسره مختلفه غير الحل ان انا الجا ان ابني ممكن يشتغل عشان يساعد الاسره. طب هو طبعا مجهود عظيم اللي بتعمله الوزاره عند حضراتكم، بس خليني يعني أكون كاشف وأكثر صراحة ليك يا أستاذ مهند. الصعيد وجه بحري بيعتبر الأطفال عمالة، يعني الراجل في صعيد مصر أو في وجهها البحري لما بيخلف بينزل ولاده حتى لو هو مقتدر على اعتبار أنه هو يبقى راجل، خصوصا طبعا لو كان ذكر، وكمان إناث على فكرة بيشغلهم في مشاغل يدوية أو كده حتى لو بيتعلموا. فدي ثقافة يعني متأصلة متجذرة في مجتمعنا. أنا هنا مش بتكلم على المدينة. هو إحنا ممكن نغير، إحنا أنا فاهم وجهة نظر حضرتك، بس هي الثقافة إن إحنا بنقول إن الطفل لحد سن 18 سنة، ولكن إحنا بنقول إنه من سن 15 سنة نقدر إن إحنا ندربه، ما بنقولش عمالة، بنقول عمل الطفل، لأنه مش ما يبقاش جزء من يوميته إن هو شغال بهذا الشكل. ولكن احنا ممكن ندربه، وعندنا مدارس للتكوين المهني بتبقى موجوده ومنتشره، ونقدر ان احنا نعلمه فنيا. وده اللي احنا بنحاول نعمله من غير مركز مكافحه الطفل، ان احنا نعيد ادراجهم في التعليم، سواء كان تعليم عادي او تعليم مهني، عشان يقدر ان هو يبقى صاحب حرفه كمان بشكل كويس، يبقى مدرك لاهميه مخاطر العمل بهذا الشكل. ممكن لو هيشتغل ممكن يشتغل في اماكن ما تبقاش بتشكل خطر عليه، ولكن بتبقى منها تدريب ومنها ان هي بتساعده على ان هو يبقى عنده فكر مثلا في رياده الاعمال، او فكر حتى في مجال العمل بشكل اكبر. فالنموذج ده نقدر ان احنا او الثقافه دي نقدر ان احنا نغيرها، بس نحط لها شويه اطر، مش يبقى ان هو بيشتغل بس في فكره العملات الصعبه زي الطوب والمصانع والحاجات اللي بتشكل خطر يعني. طيب خلينا نتكلم بقى عن المسابقه اللي حضرتك شاركت فيها، كلمنا عنها اكتر. هل دي اول مره تشارك فيها ولا شاركت قبل كده باعمال تانية؟ خدت وقت قد ايه عشان تستعد للمسابقه؟ هو يمكن التحدي الكبير كان في المسابقه ان انا عرفت عن المسابقه يوم 26 ابريل، وهو كان الديدلاين يوم 30 ابريل، فانا 26 ابريل عرفت عن المسابقه. يعني اربع ايام، لكن في الحقيقه ثلاث ايام يعني. فأنا حتى يوم 27 و28 كنت بحضر مع فريق عمل الوزارة، الصراحة اللي أنا حابب أشكرهم جدا إن هم قدروا إن هم يعني يمدوني بمعلومات سريعة جدا عن المراكز على مختلف المحافظات. ويوم 29 تم التصوير بالفعل، ويوم 30 كانت تمت ترجمة الفيلم ومونتاجه وكمان تقديمه. كان بيشكل جهد كبير، ولكن أعتقد إن إيماننا بالقضية وحبنا ان الحاجه تظهر بشكل كويس خلت الحمد لله مصر على مستوى افريقيا كلها، ومن كل مشاركات على مستوى افريقيا من 8 دول بمختلف المجالات، سواء كانت صحافه او ميديا او افلام، مصر الحمد لله تتصدر وناخد الجائزه الحمد لله. صحيح، احنا بنحيي جهود الدوله في حقيقه انها تغير هذه الثقافه، وبناكد الدوله المصريه عندها عدد كبير من البرامج اللي بتشتغل على هذا الأمر، اللي بتشتغل على تغيير ثقافة عمالة الأطفال، الشكل المتجذر سواء في الريف أو
في الصعيد من أشكال عمالة الأطفال، الدولة المصرية عاملة ليه أكتر من برنامج من أجل معالجته، ويمكن أحد هذه المعالجات اللي اتكلم عليها المخرج مهند دياب اللي فاز بفيلم بيناقش هذا الأمر. مخرج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، شكرا جزيلا لك وألف مبروك مرة تانية. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. مجلس إدارة اتحاد الكرة وعد لاعبي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بصرف مكافآت خاصة حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، وحصد 6 نقاط وما يعني حسم بطاقة التأهل للمونديال بنسبة كبيرة. اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر خاض امبارح تدريبات بالكرة، وهو يعني اقترابه من المشاركة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس الجاي، وده بعد التعافي من الإصابة اللي لحقت به في العضلة الأمامية واللي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب في التدريبات الجماعية. فريق حرس الحدود تعادل سلبيا مع فريق سبورتينج في مباراة أقيمت امبارح في إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل، ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بترتيب دورة الترقي المؤهلة للممتاز، ويأتي سبورتينج في المركز الثاني بنفس الرصيد. كمان فريق منتخب السويس تعادل مع فريق الترسانة سلبيا في المباراة اللي جمعتهم بسد السويس في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليحصل كل منهما على أول نقطة في الدورة. فريق أبو قير للأسمدة قدر يحسم الصعود للدور 16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلتقي بالفائز من مباراة بيراميدز والنصر. النادي الإسماعيلي مدد تعاقده مع الفلسطيني خالد النبريسي مهاجم الفريق حتى صيف 2027، وده نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق. فريق سبورتينج تمكن من تحقيق اللقب كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وحسم سبورتينج المباراة بنتيجة 25-27. فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي توج ببرونزية كأس مصر، وده بعد الفوز على سموحة بنتيجة 19-17 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. فريق أتلانتا خسر أمام فيورنتينا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح والمؤجلة من الجولة 29 لمنافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة أنهى فريق أتلانتا الدوري الإيطالي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بينما حل فريق فيورنتينا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة. نادي فنربخشة التركي قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق في حفل بحضور آلاف المشجعين. نادي إشبيلية الإسباني أعلن بشكل رسمي تعيين المدرب غارثيا بيمينتا مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى عام 2026. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. في الحقيقة كل ما الواحد بيسافر بره وبيشوف اعتماد الدول المتقدمة على الدراجات في تنقلهم بيقول قد ايه احنا خسرنا، يعني قد ايه احنا ضيعنا من وقتنا ومن صحتنا ومن عافيتنا، وايضا ضيعنا على الدوله بنزين وضيعنا على الدوله ركوب حافلات عامه. ليه؟ لان ده في النهايه
لا بيصب في صالح الدولة لا بيصب في صالح صحتك. لو بصيت لدولة صغيرة زي هولندا صحيح الطرق فيها ضيقة، لو بصيت لدولة كبيرة زي الصين الطرق فيها واسعة. الموضوع ملوش علاقة بالطرق وملوش علاقة بالترافيك، الموضوع ليه علاقة بصحة البني آدم وأيضا بجيبه إن هو بيوفر وسيلة المواصلات وأيضا بيخلي الكلام ده يعني عائد عليه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن النهاردة هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية. اليوم العالمي للدراجات الهوائية ده يوم عالمي تم تخصيصه للتوعية بأهمية ركوب الدراجات كوسيلة نقل رياضية تساعد في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان. مصر على المستوى التوعوي في ركوب الدراجات في الحقيقة قطعت أشواط كتير، والفضل فيها بينسب لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي. أول الأشياء اللي يعني مصر خطط فيها حاجات المبادرات المجتمعية للتوعية بأهمية استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات آمنة، وأيضا على المستوى الرياضي في لعبة سباقات الدراجات قطعنا أشواط مميزة جدا، وأصبح عندنا على فكرة أبطال متأهلين لأولمبياد باريس 2024 في رياضة ركوب الدراجات. يعني كلام كتير عن الدراجات النهاردة، هيكلمنا عنها ضيفنا الكابتن محمد إبراهيم، يعني منورنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. يعني عايزين نعرف منك في اليوم العالمي للدراجات، يمكن مصطفى اتكلم عن أهمية الدراجات وإحنا عارفين أهميتها الصحية للإنسان، قد إيه مهمة للرياضة، قد إيه مهمة لصحة القلب، لكن وسيلة تنقل يعني هل النهاردة احنا ممكن نعتمد عليها فعلا؟ وطبعا بشكركم ان اهتميتوا باليوم العالمي للدراجة. النهاردة يوم 3/6 هو فعلا اليوم العالمي للدراجة، ويوم مهم جدا على مستوى المجتمع الدولي كله وخاصة لمصر، لانه طبعا ليه فوائد كتيرة جدا. طبعا الصحة للفرد نفسه، في ليه فوائد على الفرد اللي بيمارس ركوب الدراجة سواء رياضة او بيأدي بيها مشاويره اليومية. طبعا بتحسن النشاط الرياضي بتاعه، بتحسن صحة القلب، بتنمي القوة العضلية بتاعته، وده طبعا ليه عامل إيجابي طبعا على الحالة النفسية بتاعة الفرد اللي بيمارس رياضة الدراجات أو ركوب الدراجات. بتقلل التوتر عنده باستخدامه للنشاط البدني، بتحسن مزاجه لأنه بيبقى ماشي مبسوط وبيحقق ذاته. طبعا رياضة الدراجات مميزة أن أنا بمشي في أماكن متغيرة، مش بلعب في صالة أو في مكان مغلق، فدايما على طول بمشي في أماكن كتير. طبعا دي فايدتها للفرد، فايدتها للبيئة طبعا أنا بقلل استخدام الوقود والبنزين والبترول، بقلل الانبعاثات الحرارية. فايدتها للمجتمع ان انا بعمل ترابط بين المجتمع وبنمشي في مجموعات ويبقى في لقاءات بين الافراد ونفسه والمجتمع كله. طبعا يا الدراجه زادت شرف، لا وليها فوائد اقتصاديه على الدوله وعلى الانسان ايضا. طبعا الفوائد الاقتصاديه انها بتقلل استخدام الوقود، وده طبعا بيكلفنا عمله صعبه وبيكلفنا الفرد نفسه والدوله. بتقلل طبعا السلامة المرورية، ان انا ما اقدرش يبقى في حوادث كتير، ما بيبقى العملية فيها سهولة اكتر في التحرك. زي ما حضرتك قلت ان مش محتاجة طرق كبيرة عشان استخدمها، ودي بنية تحتية بتقلل ان الطريق اللي بيتعمل للدراجة غير الطريق اللي بيتعمل للسيارة. واماكن الانتظار طبعا ما بحتاجش اماكن كبيرة للانتظار والكلام من ده. قطع الغيار طبعا بتاعة السيارة غير العجلة ارخص بكتير. طبعا اللي زاد أهمية الدراجة أكتر زي ما حضرتك ذكرت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه أول ما ابتدى تولي الرئاسة كان لينا لقاء معاه بالدراجة، وكان دايما بيشجعنا وود أهمية واهتمام أكتر من الشعب المصري باستخدام الدراجة. هو حريص كل شوية لما يروح الكلية الحربية أن هو يروح فجرا يعني علشان يروح لهم بالدراجة ويعمل تفقد كمان حتى بالدرجة، فطبعا ده شكل من الأشكال اللي يمكن ما بنشوفوش في دول كتير. طيب خليني أسألك، هاخد فايدة من الفوائد دي وأبتدي يعني أفهمها من حضرتك. الفوائد البدنية، حضرتك ذكرت القلب، ممكن نقول إزاي بتأثر على الدورة الدموية وإزاي بتأثر على الصحة العامة للإنسان، اعمل لي تشريح كده يعني. هو طبعا رياضه الدراجات هي رياضه العنصر الاساسي فيها التحمل الدوري التنفسي، فانا كل اعتمادي بيبقى على الرئتين وعلى القلب، والقلب طبعا بينعكس على الاوعيه الدمويه للجسم.
فبالتالي لما انا ببدا اتدرب بيبدا عضله القلب تتحسن نشاطها، لانها ببدا يتحرك النبض بتاعي بيبقى نبض سريع جدا، فبالتالي بيحسن الجهد اللي واقع على القلب في وقت الراحه كمان، واقدر ابذل اي مجهود عادي في اي وقت طبعا، لان الدراجه بيقابلك فيها بعض الصعوبات ان بيبقى الهواء في الوش، فده طبعا بيأثر عليك شويه، بيحتاج مجهود اكتر، او بيقابلك مرتفع او مطلع او كوبري بتمشي عليه، فطبعا ده بيزود عدد ضربات القلب. فبعد كده هو بتلاقي حضرتك بيبتدي التحسن في الاوعيه الدمويه، طبعا الدوره الدمويه بتمشي بطريقه اسرع، فبيحسن عضله القلب شويه، بيخليها فيها مرونه اكتر، طبعا بيشيل طبعا الوزن الزايد بالنسبه لجسم الانسان، بيشيل بيفقد الدهون، يعني دي وسيله تخسيس ببلاش بدل ما بروح ندفع فلوس عند الدكاتره والكلام، وامنه ما فيهاش اي حاجه، بتشيل الدهون الضاره والكوليسترول، فبالتالي بتعمل تحسين للصحه. طبعا بالنسبه للرئتين بيزداد الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين للانسان، بتزداد السعه الرئويه، بيبقى يقدر يتنفس كويس في المجهود العالي، يقدر يطلع سلم، يقدر يمارس النشاط بتاعه. طب خلينا نتكلم عن اشكال وانواع السباقات بقى للدرجات، هي بتبقى عامله ازاي؟ الصعب فيها؟ السهل فيها؟ احنا في مصر واصلين لايه؟ بالنسبه لانواع الدراجات حوالي على اللي بيمارسوا كرياضه فيها مسابقات على مستوى الاتحاد الدولي، في اول حاجه واشهرهم اللي هي سباقات الطريق اللي بتتلعب على الطريق، في سباقات التراك اللي هو المضمار بتاع الدراجات، في سباقات الدراجه الجبليه، في سباقات البي ام اكس، في سباقات السايكل كروس، في سباقات السايكلينج هول. دي اشهر السباقات اللي الاتحاد الدولي والاتحادات المحليه بتشتغل عليها وفيها منافسات. طبعا تعتبر رياضه الدراجات يعني ترتيبها الثالث في نسبه الخطوره في الرياضات بعد السيارات وبعد الموتوسيكلات، بتيجي بعدها الدراجات في نسبه الخطوره بتاعتها. طبعا هي رياضه شيقه وممتعه جدا، بره بيعملوا لها مدارس من كيدز من 4 سنين ومن 5 سنين لغايه بقى زي ما حضرتك قلت في اوروبا بيوصلوا لاخر العمر، يعني في ناس عندهم 90 سنه واكتر بيمارسوا رياضه الدراجه. ابتدى فعلا احنا في مصر ابتدينا نشتغل على دوت، الاتحاد المصري للدراجات ابتدى يعمل نشاط. احنا يعني اي شكل من الاشكال دي احنا بيبقى لينا فيه بطولات احنا في ولا شكل اولمبي بس؟ لا، هو احنا عندنا سباقات الطريق بنشارك فيها، وعندنا سباقات التراك، ودي اللي احنا الحمد لله محققين فيها متصدرين افريقيا والعرب، وابتدى يبقى لينا ترتيب على مستوى العالم من ضمن في البنات طبعا، لان البنات شاطرين قوي في الرياضه ديت، ترتيبنا ده من ضمن احسن 10 دول على العالم، في الولاد ترتيبنا حوالي 20 على العالم، فكل ده ساعدنا في الرانكينج الدولي ان احنا نتقدم في سباقات التراك، لان طبعا عندنا احنا دلوقتي في مصر تراك على مستوى عالمي، ده ساعدنا كتير وخلانا نتقدم في رياضه الدراجات تخصص تراك. لذيذ قوي شكل التراك معانا على السكرين دلوقتي بنعرضه لحضراتكم، شكله حلو قوي، شايفين المنحدرات اللي فيه دي كمان اعتقد بتخلي السباق اكثر حده يعني. وزي ما حضرتك قلت يمكن شايفين البنات في مصر متقدمين في هذه اللعبه، البنات من ضمن احسن 10 من احسن، احنا مصر من احسن 10 دول في العالم في سباق الدراجات. ايه اللي اللعيب بيعمله يعني بيأهل نفسه ازاي؟ يعني قبل البطوله قبل المسابقه بياكل ايه مثلا؟ حضرتك قلت ان اللعبه دي بتعتمد على الرئتين. تمرينات النفس، هل في تمرينات للنفس؟ بيعمل ايه عشان طبعا مهم جدا جدا الرجلين تبقى قويه اعتقد يعني، صح ولا ايه؟ لا طبعا، صح، هي مجموعه من العناصر اللياقه البدنيه، السرعه والتحمل والقوه، دول اهم 3 عناصر عندنا طبعا احنا بنبتدي نشتغل عليهم، لان رياضه الدراجات محتاجه تدريب على المدى الطويل. يعني الولد بيبتدي او اللاعب بيبتدي من سن صغير لغايه لما يوصل لمرحله البطوله. زي ما حضرتك تفضلتي كده وقلت، احنا عندنا البنات عندنا اللاعبه ابتسام زايد واللاعبه شهد سعيد، متطورين جدا في اللعبه وارقام وشكل متحسنة. سنهم صغير جدا صح؟ سنهم شكله صغير. انا عندي شهد 19 سنه اول سنه ليها في الرجال، الحمد لله تاهلت سباقات السرعه في التراك. ابتسام طبعا دي تالت اولمبيات ليها، تاهلت في ريو دي جانيرو 2016 وفي طوكيو 2020 وباريس
24. طبعا الموضوع بيحتاج فترة طويلة عشان ابتدي اتعامل مع اللعيب، غير الرياضات التانية بتبقى محتاجة موهبة ومهارة اكتر، لكن رياضة الدراجات بشتغل على الشغل البدني فيها اكتر، ده اهم، ولازم يبقى طويل يعني مبقاش على مراحل. طبعا قبل البطولة بيبقى ليه اللعيب ليه نظام تغذية وليه مواعيد للنوم ومواعيد للراحة مواعيد التدريب، بنهتم بالعناصر اللياقة البدنية اللي هيمارس بيها السباق نفسه، لان بتختلف كل سباق، سباق التحمل ليه عناصر اللياقة البدنية. لو اتكلمنا على التراك انا اعتقد ان سباق الشارع ده اصعب حاجة، هو اصعب حاجة من ناحية الكفاءة البدنية، لكن مش اصعب حاجة يعني، في الماونتن بايك الدراجة الجبلية اصعب واخطر طبعا. في سباقات البي ام اكس برضو فيها نسبة خطورة، لكن طبعا هي الصعوبة موجودة في كل السباقات، لان السباقات بتبقى بس التراك مؤهل، انما الجبال مثلا صعبة جدا. الشوارع برضو بتبقى الاسفلت مش سهل طبعاً. واعتقد بيبقى في خطورة على الركبة مثلا، على فكلمنا عن الاعدادات دي اكتر. طبعا لازم اللعيب يكون مؤهل بدنيا كويس قوي، لازم يكون عضلاته عنده قدرة عضلية كبيرة عشان يقدر زي يطلع حتى يحمي يحمي مفاصله ويحمي بقية جسمه. بالنسبة للدراجة الجبلية هي طبعا فيها صعوبة، لأن بيطلع مرتفعات وطرق مش ممهدة وفيها نسبة خطورة وبينزل منحدرات كبيرة جدا، حتى اللبس والبروتكت بتاعت اللاعب في الكاسك نفسه بيبقى او الهلمت فول فيس، بيبقى حمايه لوجهه كله، ممنوع ما لازم يلعب بيه من غير الكاسك دوت او الواقي ده ما يلعبش بيه، لان نسبه الخطوره عاليه طبعا. واهم عضو طبعا في الجسم هو الراس بتاعت الانسان، فلازم هو ده يكون متامن فيه كويس. بالنسبه لسباقات التراك صعبه جدا، لان هي بتتلعب التراك ده 250 متر، والسرعات بتوصل فيه في سباقات السرعه ل 80 كيلو في الساعه. والطريق ما هوش ستريت، انت بتلعب في ملفات، عرض التراك 7 متر، فانت محكوم اكتر، فموجود لازم تبقى عندك تركيز كويس، عندك مهاره كويسه تقدر تمارس بيها النشاط. طب الدوله المصريه عملت ايه في مجال البنيه التحتيه علشان تعمل ده؟ يعني انا شفت مسارات مخصصه للدرجات في العاصمه الاداريه، شفت برضو في التجمع الخامس في راك في بعض الأماكن، هل ده موجود بشكل كبير؟ هل وصلنا لغاية فين؟ نقدر نطوره إزاي؟ بنستفيد بيه ولا منستفيدش بيه؟ هو طبعاً ابتدى الاهتمام بالدراجة في مصر كممارسة نشاط عام للمجتمع المصري باهتمام سيادة الرئيس بيها، أما ابتدى يهتم بالدراجة وبعت رسالة للشعب كله إن استخدام الدراجة، ابتدى يبقى في بنيه تحتيه يعني في شرم الشيخ فيه، وزي ما حضرتك قلت كل المدن الجديده بيتعمل فيها طريق للدراجات. ابتدى طبعا الاهتمام الاعلامي خلى فيه ثقافه، وفي اي ممشى كمان، ممشى اهل مصر في كل حته تلاقي الكلام. اهتمامكم الاعلامي بالدراجات كرياضه ادى وعي للشعب المصري، لان اللي بيستخدم يعني سائق السياره والكلام من ده بقى اهتم ان في رياضه، ما بقاش زي الاول يعني. الموضوع ده احنا نحس بيه، قبل كده ما كانش فيه اهتمام ولا في احترام للراكب الدراجه، دلوقتي بقى فيه احترام، بقى فيه اهتمام. طبعا في مبادره دراجتك صحتك، وده كان معموله تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه، معالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي قدر يعمل ده، ان هو يوفر دراجه بالسعر اقل مدعمه بيقدمها للشباب وبالقسط كمان. طبعا مشروع دراجتك صحتك ده مشروع ضخم بقاله 3 4 سنين، وزاره الشباب والرياضه مهتمه بيه، وابتدت توزع اعداد كبيره من الدراجه للمستخدمين ليها بسعر طبعا قليل قوي. ابتدى يبقى في رايدات، يعني احنا كنا مع سياده الرئيس في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ومشي معانا، وعشان يبين اهميه دوت على البيئه. عملنا مجموعة من السباقات في المدن الجديدة زي الشروق، زي العاصمة الإدارية الجديدة، شرم الشيخ. طبعا الموضوع ده الدولة مهتمة بيه قوي الملف، لأنه هو مهم للصحة العامة للفرد، لأن ده بيقلل عبء على المنظومة الصحية، فبالتالي الدعم بيقل للمنظومة الصحية، الفرد بتبقى صحته كويسة، ده بيأثر برضو على المجتمع بشكل عام. بقى عندنا طرق كويسة جدا، ودي ساعدت كتير قوي اننا الرياضه تزيد، يعني كل الطرق الخاصه بالدراجات والطرق العامه اللي نقدر نمشي، لان في مدن ما فيهاش طرق مخصصه للدراجات، لكن منظومه الطرق اللي موجوده دلوقتي في مصر
منظومه طبعا عالميه امنه جدا، عدد الحارات زاد، يعني في تطور بقينا نشوف كتير. اهتمام كبير قوي. طيب النهارده احنا بنستعد ازاي او مصر بتستعد ازاي لاولمبياد باريس 2024؟ الحمد لله عاملين رقم كويس في التاهيل، اول مره يحصل. احنا في افريقيا 5 مقاعد، مصر خدت منهم 4 مقاعد. في عندي ولدين اتاهلوا، اللاعب يوسف زكي واللاعب محمود بكر، دول في الرجال. وفي البنات اللاعبه شهد سعيد واللاعبه ابتسام زايد، عندنا 4 لاعبين. بنستعد حاليا، عاملين معسكر في مضمار القاهره الدولي، وان شاء الله في انتظار الاسبوع القادم باذن الله عندنا معسكر في اوروبا هنشارك في سباقات لغايه ما عد التاهل للأولمبية. بتراهن على اني فئه بالظبط في اولمبياد باريس نيت؟ بنات طبعا. الله لك احسن 10. البنات يعني ريكورد. هم كده كده يعني مصنفين اكتر. يعني بتسموا وفي مصنفة. اي حاجه بتدل ان هم ممكن ياخدوا ميداليه؟ والله احنا بنحاول في ده، يعني هو الموضوع صعب لكن مش مستحيل. يعني دلوقتي هي اقرب واحده ممكن تحقق هي ابتسام، لانها قاعده دلوقتي حاليا في اوروبا وبتلعب سباقات، والحمد لله اخر 3 سباقات محققه المنصه على طول. وده بيساعدها كويس قوي، مديها فرصه. من الدول اللي بتلعب حلوه قوي احنا خايفين منها. طبعا اقوى دول أمريكا؟ في العالم لا، هو بريطانيا. دول اوروبيه هتبقى بريطانيا فرنسا ايطاليا. دول يعني اكبر دول بيمارسوا. دلوقتي اليابان ابتدت تدخل في الصراع، والصين وامريكا، يعني هم دول. لكن هي طبعا اللي بس واضح ان كل دوله من الدول دي العجله جزء من ثقافتها. طبعا عشان بس ما نبقى يعني نقول الامر نعطي الامر حقه يعني. طبعا يعني الموضوع ما جاش من فراغ يعني. لا اكيد. وبعدين كل حياتهم هناك هي الدراجه، استخدام الدراجه. حضرتك بتشوف مسؤولين كبار في الحكومات بره بيتحرك بالدراجه. بس والله بقينا نشوف هنا كمان ناس كتير قوي، يعني انا ببقى مسافره وشايفه ناس على طريق السخنه واخدين السفر كله بالدراجات. فانا بالنسبه لي يعني في من ساعه كورونا الحقيقه بقى في اهتمام كبير قوي بالدراجات. احنا بنتمنى كل التوفيق اكيد لابطالنا اللي هيشاركوا في اولمبياد باريس 2024، وبنتمنى بقى ان شاء الله السنه دي نحقق ميداليه ان شاء الله. ارجوك. لازم نراهن على ده. ارجوك ان شاء الله باذن الله. شدي حيلك معانا في البنات شويه ان شاء الله. انا معاكم وبشجعكم والبرنامج بيشجعكم، كلنا وراكم ان شاء الله. لا ونتمنى كمان ان يبقى عندنا زي ما قال الكابتن مدارس لتعليم الاطفال لرياضه الدراجات. انا شفت من زمان احنا بنلعب بالعربي والله اتعلمناها يعني كده. اول حاجه لما يبقى الموضوع بشكل اكاديمي. صح. بشكل علمي مع مدرب، اعتقد ده اكتر حاجه بتاهل. ان الكابتن محمد تحديدا قال ان دي رياضه الجهد البدني فيها اهم بكتير من الفنيات او التكتيكات. احنا لازم تبقى حضرتك معانا اكتر، لان كمان لازم تقول لنا نختار الدرجات ازاي. نشكرك. نورت يا دكتور. كابتن محمد ابراهيم مدير الفني لمنتخب مصر الدرجات الهوائيه، نورنا وشرفنا النهارده. شكرا. وكل سنه وانت طيب. النهارده اليوم العالمي للدراجه. شكرا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. توجه وزير الخارجيه سامح شكري الى العاصمه الاسبانيه مدريد في زياره تستهدف متابعه التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضيه الفلسطينيه، ولا سيما تطورات العدوان على غزه ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدوله الفلسطينيه المستقله. الزياره سوف تتضمن عقد مشاورات سياسيه موسعه بين البلدين برئاسه وزير الخارجيه سامح شكري ووزير خارجيه اسبانيا خوسيه مانويل اباريس، فضلا عن لقاء وزير الخارجية مع بيدرو سانشايز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادا إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيا. استضافت القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وأكد مصدر مصري رفيع المستوى
تمسك مصر خلال الاجتماع بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. كما أضاف المصدر أن الوفد المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وشدد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا، تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود. بحث مجلس الحرب الإسرائيلي قضية اليوم التالي في قطاع غزة والرد على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تجارب ستجريها إسرائيل في المناطق التي قد تستطيع فيها دمج عناصر محلية للسيطرة عليها. ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كل من الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه. وحسب بيان للخارجية الأمريكية أكد بلينكين في كلا الاتصالين أن مسؤولية الموافقة على هذا المقترح تقع الآن على عاتق حركة حماس. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت مصادر صحية فلسطينية استشهاد 12 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة خان يونس، كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس. وفي رفح الفلسطينية أفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب المدينة، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمال لها. وفي وقت سابق من فجر اليوم استشهد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة أبنية في منطقة الضحية شرق نابلس تزامنا مع عملية الاقتحام الواسعة للمنطقة الشرقية. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود، وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة شمال إسرائيل. ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى سكن عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة عيت الشعب وبنية تحتية في منطقة تير حرفة بجنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية. أشارت استطلاعات آراء المقترعين في المكسيك إلى تقدم مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شاين باوم بالانتخابات الرئاسية بفارق شاسع عن منافستها سوت شيتل غالفيز، وحصلت شاين باوم على 757.8% من الأصوات في مقابل 29.1% لمنافستها. جاء المرشح الوسطي خورخي الفرايز ماينز متأخرا بفارق كبير 11.4% وفق الاستطلاع. وتخللت أعمال عنف الانتخابات في المكسيك حيث دعا 890.3 مليون ناخب مسجل الأحد لاختيار أول رئيس في تاريخ البلد الذي يقوده عنف عصابات المخدرات، وحيث تسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل للنساء يومياً. ختم موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
برحب بحضراتكم من جديد. يعني دايما بيقولوا ان الاطفال في سن صغير هو افضل سن ان احنا نشكلهم او نعلمهم اللي احنا عايزين نعلمه. هم بيبقوا لسه اطفال ما يعرفوش حاجه في الدنيا، عشان كده هم اكتر فئه ممكن تعاني من حالات القلق والاكتئاب، لان هم ما عندهمش القدره النفسية على مواجهة أي صدمات أو معاناة. في الحقيقة ده بيسبب ليهم حاجة اسمها الهشاشة النفسية، بيبقوا ضعاف، يعني لسه ما يعرفوش حاجة، بتصدموا بحاجات لسه هم مش قدها أو إدراكهم مش فاهمها قوي. ده نوع من أنواع الاضطرابات اللي ممكن تصيب الطفل اللي بيتعرض لضغوط أو ظروف محيطة بيه غير مناسبة. وكم من الأهالي اللي بيحطوا أولادهم في ظروف مش مناسبة ليهم، سواء في حالات انفصال او الخناق اللي ما بين الاهالي او غيره او غيره، بيخلي حتى ضغط المدرسه، يعني لما نيجي نضغط على اولادنا ان انتوا لازم تذاكروا. وفي الرياضه حاجات كتيره قوي ممكن تعرض اولادنا للضغط ده. اعتقد يا مصطفى الهشاشه النفسيه مصطلح زي ما هو واضح كده، يعني بيدل على الشخصية المرتعشة، الشخصية الغير سوية، الشخصية الضعيفة، هشاشة. لذلك احنا بنتحدث فيها عن الأطفال. الدكتورة بسنت فاروق النهاردة وهي استشارة الصحة النفسية هتكلمنا بالضبط عن هذا المصطلح، بيظهر في أي الفئات العمرية من الأطفال، أعراضه إيه، وإزاي أيضا نستطيع أن نعالجه في مرحلة مبكرة قبل أن يكون جزء من شخصية هذا الطفل. مرحبا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي. موضوع الهشاشه النفسيه بدا يظهر دلوقتي بشكل كبير قوي. عشان اتكلم في موضوع الهشاشه النفسيه احب اتكلم من خلال اربع محاور: المظاهر بتاعت الهشاشه النفسيه، ومعنى الهشاشه النفسيه، واسبابها وعلاجها. طيب، معنى الهشاشه النفسيه يعني زي ما حضرتك قلت كده، حاجه ضعيفه. يعني ايه ضعيف؟ ضعيف يعني ضعف في التكوين النفسي عند الطفل. في عندنا بناء نفسي، البناء النفسي ده يا اما بنسميه الصلابه النفسيه، وده بيطلع شخص يقدر يتحمل الظروف والتغيرات والتكيف السريع. والهشاشه النفسيه اشبه بحاجه بنسميها، يعني هو طبعا هو حاجه يعني ممكن تتخضوا منها شويه، اللي هي رقائق التلج. يعني عارف انت لما بتجيب التلج وتبشره، تلج بيبقى صلب قدامك صح، لما بتبشريه بيبقى هش خلاص بيدوب صح. فده تشبيه بمعنى انه عدم القدره على التكيف ولا التاقلم، ويعني زي ما تقولي ايه، الطفل اللي بيعمل من الحبه قبه تمام. هنعرف ده في وساعات بنسميه كمان جيل التقنيه. يعني ايه جيل التقنيه؟ هنعرفها في الاسباب التقنيه اللي هي الموبايلات والايباد والجيمز والالعاب الالكترونيه. طيب مظاهره ايه؟ انا اعرف ازاي ان ابني ده عنده هشاشه نفسيه. هتلاقيه عنده مفرط الحساسيه، شديد الحساسيه، يعني زي ما قلت بيعمل من حبه قب، اي مشكله صغيره بيكبرها، عنده تضخيم للمشاكل. شخصنه الامور، يعني مثلا لو في المدرسه مثلا المدرسه مثلا بتتكلم وبتزعق او كده، يقول لك ده المدرسه النهارده استقصدتني، كل الكلام ده متوجه ليا انا. الافتقار العاطفي، الافتقار العاطفي انت هتلاقي ان احنا بنعرف الموضوع ده في اولادنا بالعكس بقى، اللي هو ايه، بتلاقيه يندفع عاطفيا اتجاه الاغراب. يعني مثلا المدرسه، التعلق الشديد بالمدرسين، المدرسه، زمايله، او مثلا بنت متعلقه قوي بصاحبتها، او مثلا ما يجيلك ضيوف مثلا تلاقي مثلا ابنك رايح قاعد جنب الضيفه وقاعد على رجلها. الافتقار العاطفي، وده بيعبر عنه بالمبالغه الشديده في العاطفه. صدقيني دي اسباب، دي الاسباب. السلوك القهري، يعني ايه السلوك القهري؟ يعني ادمان اللعب الالكترونيه، ده سلوك قهري. هو الطفل بيعبر عنه كده. عند الكبار بيعبروا عنه مثلا بالشراهه في الاكل، في ادمان المشتريات، اي حاجه فيها سلوك قهري. مثلا كمان في الانقياديه، تلاقي الطفل منقاد، يحب دايما ايه يسمع كلام بس الجيل كله طالع بيلعب فيديو جيمز. دكتوره يعني اقدر ازاي اميز الطفل المريض بهشاشه من وسط اقرانه؟ يس، انا قلت ست اسباب. يعني انت ممكن لما تلاقي مثلا عنده طفل منقاد، ضعيف الشخصيه، يقول لك مثلا صاحبي قال لي، صاحبي هنعمل كذا، تلاقيه شخص ضعيف دايما بيطلق عليه ايه، ده انا اسم ابني طيب قوي، ده انا ابني مغلوب على امره. دايما تلاقي مثلا في امهات تقول لك ايه، ده انا ابني مغلوب على امره. مش في اطفال اقوى من اطفال؟ يعني ممكن يبقى هو حظه ان هو في جروب من صحابه، هو بقيت صحابه عندهم ثقه في نفسهم عاليه، شخصيتهم اقوى، فهو يا حبيبي شويه
مش بيستاند اوت وسطيهم يعني، او مش هو. خلينا متفقين على حاجه، ان كلنا بكميه واحده، يعني كل الاطفال وكل الكبار عندهم نفس التولز او الالات او السكيلز اللي موجوده عند كل الناس، ولكن الكيفيه بتاعتها، يعني ايه اللي بيخلي طفل اكتر هو القائد؟ ليه بيخلي طفل مثلا هو اللي شخصيته قويه؟ اكيد هنعرف بقى من الاسباب انه التربيه عليها عامل كبير اللي بتخلي الشخص شخصيته قويه او الشخص شخصيته ضعيفه. طب ايه اللي بيسبب هشاشه؟ الاسباب بقى. بصي هما ثلاث حاجات. اول حاجه الافتقار او عدم اشباع الاحتياجات الرئيسيه. كل انسان فينا عنده بناء نفسي. البناء النفسي ده عباره عن اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، الاحتياجات النفسيه. هم الحب، الاحتياج للحب، الاحتياج للاحساس بالامان، الاهتمام، التقدير، القبول. دي احتياجات اساسيه رئيسيه. اذا انا ما اشبعتهاش عند ابني بيحصل عنده فراغ عاطفي او فقر عاطفي. فدي اول حاجه الاحتياجات العاطفيه. طيب تاني حاجه التربيه يعني انا هختصرها في حاجتين هي يا اما قسوه زايده وصرامه وحازمه في تنفيذ الاوامر، او دلع ومرونه شديده جدا ولين ولطف شديد زائد عن الحد. بس الدلع ده يخلي ده غلط وده غلط. لذلك الدلع ممكن يخلي طفل متعلق بناس تانية غير اهله. لا ما هو خلينا نتفق على حاجه، ان كل مظهر بيخاطب السبب. يعني مثلا القسوه ممكن تخلي الطفل يتعلق بحد غير اهله. الدلع يعمل شخصيه اعتماديه، صح، اتكاليه، عدم تحمل المسؤوليه، ما يقدرش يواجه الامور. ما هو احنا اتفقنا ان الهشاشه النفسيه وعدم القدره على التكيف، عدم القدره على مواجهه الامور. فالتربيه الضعيفه او الدلع او مش عايزه ابني يحس بالالم اللي انا حسيت بيه، لا ده الالم هو اللي بيعمل المرونه النفسيه، الصلابه النفسيه. من الالم بتحصل الصلابه النفسيه. فلذلك التربيه احنا قلنا ده رقم 2. طب رقم 3، الاطفال اللي بتتعرض في السن، يعني احنا عندنا اهم بناء نفسي للطفل بيكون في 7 سنين الاولى. وده رد على حضرتك لما بتقولي اي مرحله عمريه بنخاطب بنلاقي فيها الموضوع ده بيظهر قوي. اهم حاجه البناء النفسي في 7 سنين الاولانيين. طيب الطفل اتعرض لصدمه، لفقد احد الوالدين، او لصدمه انفصال الوالدين، او لحادث شخصي، تمام، الاهل بيروحوا لايه؟ لا يعني لو حادثه شخصيه او حاجه نعالجه علاج جسماني. الاهم منه العلاج النفسي. ده بيأثر على الطفل حتى لما يبدا يكبر، يحس ان هو مش كامل، حاسس ان هو فيه عيب، حاسس انه اقل من الاخرين برغم ان يكون اتعمل له كل الاجراءات اللي تخليه سوي. فبرضه ده بيخلينا ان احنا نخلي بالنا قوي انه لما الطفل بيتعرض لاي صدمه بيبقى محتاج تاهيل بعدها، او شاهد حادث، او شاهد موقف مفزع بالنسبه له محتاج يعمل تاهيل نفسي. تاهيل اعاده ريهابيتيشن، اعاده تاهيل للطفل. بتعملوه ازاي انتوا بقى كاطباء نفسيين؟ يعني اصلا علاج البالغين شيء صعب، وانا يعني شفت يمكن حالات اللي بيروح لدكتور نفسي العلاج مش زي ما احنا متخيلين، بيبقى داخل فيه يعني ادويه، وبيبقى داخل فيه وصفات وتركيبات. يمكن ده كمان هل ده بقى بيستخدم مع الطفل؟ يعني التاهيل ده هل ممكن يحصل ده مع طفل صغير؟ هو خلينا بس الاول نفرق ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي. اوكي. الطبيب النفسي هو السيكاتري اللي بيعالج بالادويه. اللي هو بيكتب روشته وبيعالج بالادويه. اما المعالج النفسي هو العلاجات الكلاميه اللي هي بدون ادويه، اللي هو بيكون بيهتم باساليب التربيه، الشكل المجتمعي يعني. لا مش الشكل المجتمعي قد ما هي اساليب تربيه، احتياجات نفسيه. خلينا نتفق ان 80% من تشكيل البناء النفسي معتمد على الاب والام للطفل طبعا. فهنا المعالج النفسي بيبقى ليه دور ان هو ازاي يعرف الاول ايه التربيه السائده في البيت، ويبدا بناء عليها ان هو يقول لا والله احنا عايزين لا تفريط ولا افراط، لا عايزين الصرامه ولازم تعمل كذا، ولازم تغسل ايديك مش عارف ازاي، ولازم ما تكلمش. دي يعني بسميها القوانين الصارمه والقسوه الصارمه، العقاب الحاد جدا. لا خلينا نتفق ان الطفل مش محتاج عقاب قد ما هو محتاج تفهم.
عايز يفهم، لان هو طفل عنده 7 سنين، حتى لو غلط هو محتاج يفهم، محتاج يعرف ايه الصح من الغلط، مش محتاج يتعاقب. كل ده اللي بيقوم بيه المعالج النفسي، هو بيتكلم مع الام والاب في اساليب التربيه، اشباع، كيفيه اشباع الاحتياجات النفسيه، برضو دور المعالج. فهي ما فيش حاجه بدرجه الصعوبه المبالغ فيها، انما هي بدايه نحط ايدينا على المشكله، نشخص المشكله، نعرف ايه العوامل اللي شكلت ده. طبعا زي ما حضرتك قلتي بتختلف من طفل لطفل، فبالتالي بيبدا المعالج هنا يكلم الاب والام على حسب المظاهر اللي طاغيه في السلوكيات بتاعته. ولو يا حبذا بقى لو كانوا كمان منفصلين، ده بيبقى عايز تركيز اكتر، لان هنا بيحصل ان الطفل بيبقى هو الضحيه زي ما بيقولوا، انه في اختلاف في التربيه، ممكن كل طرف بيحاول يجذب الابن ليه عن طريق الدلع الزياده. ماما ما بتعملكش على انا عامل لك، بابا مش بيعملك، طب هنا مش ده الصح، لازم نتفق أو على شفت مامتك عملت ايه، شفت بالزبط. باباك عمل ايه، تعال نروح المحكمه، تعال تشويه. طيب احنا دايما بنتكلم عن دور الاباء والامهات في تاثيرهم السلبي على اطفالهم، لكن خلينا نقول انه برضو في عوامل تانية بتشكل التربيه للاطفال. يعني ما خلونا ما نرميش كل حاجه على الاباء والامهات، لانه كده كده هيغلطوا، وكده كده هيبقى في غلطات في التربيه. يعني انا لسه عندي ولد صغير، انا بتعلم معاه يعني اللي بيحصل، واكيد هغلط، بس بحاول ان انا على قد ما اقدر ما اعملش ده. المدرسه بقى هنا دورها بيبقى عامل ازاي في معالجه او التاثير سواء سلبا او ايجابا على الطفل اللي عنده هشاشه نفسيا، او استعداد انه يكون عنده هشاشه نفسيه. التنمر اللي بيلاقيه من صحابه، تنمر ساعات من المدرسين، هل ده ممكن يأثر سلبا على النفسية عامة، الحالة النفسية لدى الطفل؟ هنا احنا بنتنقل لكيفية معالجة الهشاشة النفسية. هرجع هقول لك كيفية المعالجة من خلال برضو خلينا نقول ان بيئة المدرسة دايما بتيجي رقم 2. ما هياش البيئة اللي بنعول عليها قوي الأسباب الضرر النفسي. حالات كثيرة قوي من الاكتئاب الحقيقي، يمكن بره في دول تانية بنشوف بتوصل للانتحار، انه طفل صغير تنمروا عليه. بالظبط، تنمروا عليه. طيب هنا بنقول برضو ان الام عليها دور ان هي تعرف الطفل يعني ايه. خلي بالك ان الطفل بيبقى عنده هشاشه نفسيه بيبقى شديد الحساسيه لكلام الناس. مدرسه قالت عليا كذا، صاحبي قال لي انت قصير، صاحبي قال لي صاحبتي قالت لي انت تخينه، انت شديد الحساسيه لكلام الناس. هنا دور الام، دور الام تقول له ايه، حبيبي احنا مختلفين، حبيبي الاختلاف ده تميز، بالعكس ده انت متميز في حاجات تانية كتير، ما تسمعش كلام الناس، ده بيعبر عن رأيهم الشخصي اللي جاي من خلال خبراتهم هم، لكن دي مش حقيقتك. هنا برجع برضو بقول ايه، ان الام بتغذي عند الطفل كيفية التعرض للتأثير من الآخرين. انا بطلع ابني من البيت وانا زي ما تقولي بسلحه بالاسلحه اللي بيواجه بيها المجتمع، انما لو انا بتريق عليه اصلا نادي. في البيت مثلا، وده انا الكبيره مش عارفه ايه الكلام ده، الهزار اللي احنا فاكرين نفسنا دمنا خفيف فيه، لا انا كده بيروح المدرسه في نفسيه الطفل. بشيل طبقات من نفسيه الطفل، هو اساسا مش متقدر في البيت، هيروح المدرسه هيقدروه في المدرسه. بالظبط، بالعكس، أنا كل ما أنا قدرت ابني وكل ما أنا احترمته وناديته بألقاب هو يحب يتسمى بيها، حاجة محببة لي، يعني ما اختارش أنا اسم الدلع، ممكن يكون اسم الدلع بالنسبة له مش حلو اللي أنا بقوله له، لازم أستشيره في حاجة زي كده. لا وساعات بنبقى قصدنا نرخم يعني، فاهم؟ ما هي دي للأسف بتتحفظ في الميموري بتاعت الطفل وبتشكل البناء النفسي بتاعه حتى لما بيكبر. طب كثرة الصراخ أو الصوت العالي أو الشجار كيف يمكن ان يهدم شخصيه الطفل في بدايه عمره؟ حضرتك تقصد ما بين الاب والام؟ طبعا. طبعا. بيطلع الشخص شخصيه الطفل ضعيفه. ضعيفه، لان هو شايف طول النهار صريخ ومفيش يعني. خلينا نتفق على حاجه، ان من المهم قوي ان احنا نعمل عنوان او قانون للبيت بتاعنا. يعني نحط رولز كده للبيت بتاعنا، مثلا ممكن نقول ايه؟ احنا قانون بتاعنا في البيت مثلا الاحترام، الحب والاحترام. ان انا اظهر اذا ما كنتش قادر اعمل ده اظهره لابنائي، علشان بالتالي انا بزرع فيهم المشاعر اللي عايز هو لما يكبر يمتلكها. طب من خلال الصوت العالي والخناق والشجار انا بزرع فيه ايه؟ nothing ولا حاجه. انا بزرع فيه خوف، بشوه الصوره بتاعت الزوج والزوجه، العلاقه الزوجيه. لو مثلا لو فرضنا ان طفل زي ده اكتب موضوع تعبير عن الاسره، هيكتب ايه؟ ماما وبابا على طول بيصرخوا في البيت،
في حين ان ممكن يكتب ان لا، ان ماما وبابا في حب، في احترام، في تقدير. الطفل بيبقى عنده الاحتياجات الرئيسيه او النفسيه عند الطفل اللي هي القبول. لما انا مش حاسس ان هم اصلا قابلين بعض، هيقبلوني انا كطفل ازاي؟ صحيح بالظبط. فده هو ده العلاج بقى. احنا يعني بنتنقل لمرحله العلاج في الهشاشه النفسيه لمرحله ان احنا نبدا نشوف او انا مشبع الاحتياجات الرئيسيه عند الطفل ولا لا، بدون افراط ولا تفريط. لا احب الحب الشديد جدا اللي بيعرضه ان هو يبقى شخص اتكالي، عدم تحمل المسؤوليه، ولا اني انا امنعه من الحب خالص. صحيح. مثلا التربيه دي بحر كبير جدا، فيعني مهم قوي ان احنا نقرا ونفهم ونسال حد متخصص بالظبط، ومش اللي احنا تربينا عليه نربي عليه اولادنا، لان كل مدى الزمن بيتغير. يعني كنت لسه بتكلم مع الدكتور يمكن قبل الهوا ان كانت المسميات دي مش موجوده. احنا مع الوقت قاعدين بنفهم وبنتعلم مسميات كتيره لتعريف اللي بيحصل في حياه اولادنا. كل ده هيترجم على أولادنا لما يكبروا. يمكن أول سؤال بيسألوه الدكاترة النفسيين، أعتقد أنا للأسف ما روحتش لكن أتمنى أني أروح للدكاترة أبتدي، لأنه ده ابتدى تبقى حاجة مهمة جدا. أول سؤال يمكن بيسألوه طفولتك كانت عاملة إزاي. فمهم قوي أن احنا نبتدي من سن صغير نعلم أولادنا، وإحنا كمان نتعلم معاهم أنه في زي ما الدكتور قالت كده قوانين للحياة وقوانين للبيت ما ينفعش أن احنا نتخطاها. ومهم قوي قوي في تربيتنا اللي ربنا هيسالنا عليها يوم القيامه انه نتقي الله في اولادنا ونتعلم. شكرا ليكي دكتور باسنت فاروق استشاري الصحه النفسيه على وجودك معانا. اهلا وسهلا بيك. شكرا ليكي دكتوره. لا يا حل، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر. الحقيقة كتير جدا من الأسئلة ترددت خلال الأيام الأخيرة بخصوص منظومة صرف الخبز التموينية. الناس كلها بتسأل وماذا بعد ارتفاع سعر رغيف العيش، وحصة الفرد هتبقى عاملة ازاي على بطاقة التموين. في الحقيقة ان وزارة التموين حسمت هذا الأمر وأكدت ثبات الحصة المقررة لكل مواطن في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا. طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر من نعماني ناصر مستشار وزير التموين. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا عارفين ان حصه الفرد هي 5 أرغفة، هل ده هيتغير ولا لا؟ زي حضراتكم ما اشرتم بان اساسا حصه الفرد باقيه، ودي تعهد من الدوله اجتماعي تجاه المواطن مستحق الدعم، 5 أرغفة لكل فرد في اليوم الواحد. إذن حصة الفرد 5 أرغفة موجودة. 5 أرغفة في لليوم الواحد. لليوم الواحد. وبالتالي البطاقة اللي عليها 4 يبقى 5 × 4 ب20. البطاقة اللي هتزيد عن هذا برضك بنفس عدد الأفراد اللي بيتم الصرف على أساسه. لا مش هتتغير المنظومة لمجرد تحويك السعر من 5 قروش، واحنا قلنا دي قيمه معدومه لا تقابلها اساس عمله يمكن الشراء بها، ودي كان سبب من اهدارات كثيره جدا في تناول الخبز المدعم. الى 20 قرش، طبعا 20 قرش بالقياس بتوصل 16% يتحملها المستهلك و84% من القيمه تتحملها الدوله، وما زالت الدوله بتتعهد قصاد المواطن ضمان اجتماعي بأن توفر المكون النشوي لكل مواطن بقيمة أقل من القيمة المقابلة سواء في المكرونة أو الرز أو المكونات النشوية الأخرى زي البطاطس أو غيرها زي ما أشرنا. طب إزاي بيتم انتظام عمليات صرف الخبز في أكثر من 30,000 مخبز؟ يعني بنعمل إيه علشان نتابع جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن؟ أول حاجة هيئة السلعة يا فندم. ألو؟ أنا سامع حضرتك يا أستاذ، اتفضل. الدولة أساسا حريصة جدا على خط الإمداد سواء من الداخل بالتسويق القمح المحلي، وكل سنة وأنت طيب، إحنا في موسم تسويق القمح المحلي الآن. حريصين على أنه ندي سعر معادل للفلاح، شجعوا على الزراعه وايضا على المحصوليه
وتوريدات جزء من الانتاج. يعني احنا بننتج ما بين 9 مليون ونص 9 ل 9 مليون ونص من القمح. استهلاكاتي سواء قطاع خاص او عام، تمويني او غير تمويني حوالي 20 مليون، الباقي بيتم استيراده عن طريق الهيئه العامه للسلع التموينيه وهيئه تدخليه، هيئه مختصه اساسا بتضارب ارصده البلاد، والقطاع الخاص بيجيب الشريحه الحره مع التزام الدوله احيانا بانه يتدخل في السوق الحر بدعم في الاوزان والمواصفات، وايضا بتوفير كميات من خلال البورصه السلعيه بحيث تخفض قيمه الاسعار حتى على من لا يتمتع بقيمه الدعم. الدوله في الفتره الاخيره زادت النفقات العامه على الايرادات العامه، وبالتالي الفجوه دي بتزيد، وبالتالي يوجد عجز اساسا في الموازنه العامه للدوله، مما ادى الى ان ننظر وندرس هذا الموضوع من زمان، عدم تحريك سعر الرغيف من حوالي اكثر من 30 سنه، واصبحت القيمه 5 قروش معدومه، وبالتالي التحريك بحيث 20 قرش للرغيف الواحد، ده معناها جزء من المساهمة المواطن في الخزانة العامة للدولة أو النفقات العامة للدولة اللي بتعود عليه. العالم كله متغير، في وضع تغير، بمعنى الأسعار العالمية زادت، الدولار قصاد الجنيه المصري تم تعويمه، الجنيه المواطن في جميع السلع سواء قمح أو سكر أو ما لذلك، المزارع اساسا بتزيد قيمه التكاليف عليه، وبالتالي بنرفع من الاسعار، ودي مدخلات او ارقام بتتحسب ضمن التكلفه العامه. فلازم الناس تؤمن بان هناك تغير في السعر بصفه مستمره، حتى المرتبات بتزيد في هذا الموضوع، فانا نجد ان المواطن لازم يتواكب مع الاحداث العالميه والداخليه، وبالتالي درجة المساهمة لما تزيد من 5 قروش إلى 20 قرش معناها إنه أساسا أنا حريص على المواطن بصفة عامة كوزارة التموين على توفير المكون النشوي، وفي نفس الوقت ألا يتحمل بأكثر من القيمة المحددة الاقتصادية والمدعمة من خلال البحث الاجتماعي لوزارة التضامن. صحيح، بشكرك يا دكتور أستاذ نعماني نصر مستشار وزير التموين، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإفادة. نروح لموضوع تاني، وفي تجهيزات كتيره بيتم العمل عليها بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وطبعا عيد الاضحى يعني عيد اللحمه، عشان كده وزاره الزراعه اعلنت عن توفير اللحوم بتخفيضات بتصل ل 40%، وهيتم طرحها في معرض خير مزارعنا بجانب 300 منفذ بيع على مستوى الجمهوريه، ده كمان بالاضافه للسلع الغذائيه اللي بيتم توفيرها بسعر منخفض للمواطنين. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده بنتكلم على توفير اللحوم في منافذ بيع وزارة الزراعة. أنا عارف أن في أكتر من وزارة بتشتغل في هذه القصة، مش وزارة الزراعة بس، في منافذ بيع أمان بتشتغل، في المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة بتشتغل، في المنافذ الخاصة أيضا بوزارة التموين. كل منفذ من هذه المنافذ الحكومية بيعمل على توفير اسعار اللحوم بشكل يعني مناسب للمواطن المصري. خليني اقول ان ده كمان يا مصطفى من الحاجات المهمه قوي عشان نتصدى يمكن لجشع التجار اللي احنا بنشوف كتير قوي في هذا التوقيت من العام بالتحديد، موسم ارتفاع كبير جدا في اسعار اللحوم، يمكن ارتفاع غير مفهوم، يعني بنصل لارقام احنا ما بنبقاش فاهمين ليه بيحصل كده. فالنهارده لما بنعمل منافذ للبيع بتصل فيها التخفيضات ل 40%، فهو رقم كبير بيصل بقى لمستحقيه. وهنا دايما لما كنا بنتكلم حتى على دعم الخبز من شويه، احنا بنتكلم على ايصال دايما الدعم للمستحقين، 40% خصومات ده رقم كبير. خلينا نعرف تفاصيل اللحوم المدعمه. على الهاتف معنا الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه، بنرحب معاك يا فندم، بنرحب بيك يا فندم معانا في صباح الخير يا مصر. وبالتاكيد في تجهيزات كتيره جدا قامت بها وزارتكم علشان نطرح كمية كبيرة من اللحوم، عملتوا إيه وإزاي هتطرحوها في منافذ البيع؟ دكتور سعيد. أهلا يا فندم على حضرتك، وأهلا على الأخوة في الاستوديو، وأهلا بشعب مصر العظيم، كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. مصر كلها. التخفيضات يا فندم بتصل ل 40%. أنا عايز أقول إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا
هذه المبادرة التي ولدت على يد الأستاذ سيد القصير وزير الزراعة منذ حوالي 4 سنوات كانت بادئة بحوالي 60 منفذ ثابت، كان لا يوجد لدينا سيارات متحركة أو منافذ متحركة، لم يكن في نيتنا وقتها أن إنشاء معارض كبرى. النهاردة بعد مضي 4 سنوات من عمر هذه المبادرة عندنا 274 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، عندنا 33 منفذ متحرك بيجوب المحافظات وينتشر في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع السادة المحافظين، عندنا النهاردة أكبر معرض مقام من منتصف فبراير حتى اليوم بيتسع لأكثر من 50 جناح بيعرض 200 سلعة بتخفيضات تبدأ من 20% وبتصل إلى حوالي 50%، والحمد لله بالأمس امبارح كان إقبال رهيب جدا 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 من المواطنين طوابير لشراء السلع والمنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن الأسواق المثيلة. عندنا كل السلع الاستراتيجية أو الأساسية اللي بيطلبها المواطن موجودة في تخفيضات زي ما قلت من 20% لـ50%، وعندنا أيضا السلع التكميلية 200 سلعة يحتويها المعرض والمنافذ الثابتة والمنافذ المتحركة. عندنا مثلا على سبيل المثال من السلع الاستراتيجية أو المهمة تحتاجها المواطن السكر مثلا بـ 27، الأرز بـ 27، الطماطم بـ 5، الخيار بـ 10 جنيه، البصل بـ 9 جنيه. دي كمان موجودة في المنافذ يا فندم؟ في المنافذ كلها، بما إن مواعيد اللحمة زي ما قلتي عندنا اللحمة المذبوحة كيلو اللحمة المذبوحة بـ 250 جنيه، كيلو الكبدة 240 جنيه، كيلو الكفتة بـ 240 جنيه. عندنا أيضا رؤوس حية موجودة لمن يريد من المواطنين إن هو يعمل أضحية، كل سنة وشعب مصر بخير. عندنا شوادر منتشرة على مستوى في نقاط على مستوى الجمهورية عشان تقدر تغطي أكبر عدد من الجمهورية تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بهذا الخصوص، وهي إن احنا نقيم نقاط اتصال أو هبات معينة نستطيع من خلالها نحن نصل بالخدمة أو بالدعم والمساندة لكل أهلينا على مستوى كل مصر كلها. فلدينا أكثر من نقطة لبيع الرؤوس الحية وبأسعار تنافسية عن برة، ووزارة الزراعة حريصة بشكل مستمر على القيام بدورها الإيجابي اتجاه المواطن، وزارة الزراعة حريصة على تقديم الدعم والمساندة بشكل واضح وبشكل ملموس بشكل حقيقي، وزارة الزراعة حريصة على تقديم هذا أن تكون السلع المقدمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية، كمان الرقابة والحوكمة على كل أنواع السلع من لحوم ودواجن وبيض وخلافه. الحمد لله استطعنا في خلال فتره وجيزه ان احنا ننال رضاء المواطن، ومستمرين في هذا السبيل تنفيذ توجيهات فخامه الرئيس وتنفيذ تعليمات معالي الوزير المستمره في هذا الشان. طيب خلينا نتكلم عن المنافذ نفسها، اي المحافظات اللي بيتم فيها توفير المنافذ وبتكون فين؟ هل في اماكن معينه؟ وبالنسبه للقاهره ايضا موجوده فين يا فندم؟ احنا عندنا زي ما قلت 274 منفذ ثابت موجودين في مقرات مديريات الزراعه في المحافظات، موجودين في مقرات الطب البيطري في المحافظات، في مقرات الاصلاح الزراعي في المحافظات، موجودين ايضا في بعض مقرات المحطات البحثيه التابعه لوزاره الزراعه، موجودين ايضا في بعض مواقع الزراعات المحميه الموجوده في المحافظات، موجودين ايضا في بعض منشات جهاز التنميه الشامله الموجود في المحافظات. الحمد لله انا عندي منافذ في مرسى علم، عندي منافذ في شلاتين، عندي منافذ في اسوان، عندي منافذ في الصعيد، عندي منافذ في الدلتا. الحمد لله 274 منفذ منتشرين على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله وفقا لتوجيهات معالي الوزير نصل بهذا العدد الى 300 منفذ مع نهايه هذا العام. عندنا كمان 33 منفذ متحرك بينتشروا في المناطق اللي احنا مش موجودين فيها صحيح. منافذنا الثابته صحيح نستطيع ان نقدم خدمات بالتاكيد جهود مميزه بتقوم بها وزاره الزراعه وعدد كبير ايضا من الوزارات من اجل توفير لحوم عيد الاضحى باسعار مناسبه للمواطنين 40% اعتقد انه خصم كبير، وزاره الزراعه بتقدمه، واعتقد في برضه منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه، المنافذ التابعه للقوات المسلحه، جهود حكوميه كتير في هذا الصدد. بنشكرك دكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.